مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من إن بوكس على شاشه صدى البلد. زي ما احنا معودينكم النهارده هيبقى معانا فقرات مختلفه ومتنوعه جدا. خليني ابدا معاكم من الاخر للاول. اخر او الساعه الثانيه من إن بوكس هيبقى معانا خبيره علم الفلك والابراج سابي طبعا اللي هتنورنا في فقره إن بوكس برجك ايه عشان تكلمنا عن الحب والعطاء عند الابراج سواء في البنات او الولاد وطريقه تعبير كل برج عن حبه وعطائه. وطبعا هتكلمنا عن توقعات الابراج الاسبوع ده على الصعيد العاطفي. اما الساعه الاولى من إن بوكس فهيبقى معانا الفقره الاخيره فيها حاجه مرتبطه بالصعيد المصري وهو فن التحطيب، ويمكن احنا عارفين انه ده تراث مصري شعبي قديم ويمكن هو موجود اكتر في الصعيد الجواني وبيتم التركيز عليه في المسلسلات وفي الافلام الصعيدي دايما. وطبعا عارفين ان الصعيد بيحاول يحافظ على اي تراث مصري قديم ومنه فن التحطيب. يمكن فن التحطيب بيرجع تاريخه الى الحضاره الفرعونيه وكان بيوثق على جدران المعابد وكان دايما بيقام مسابقات بين الملوك الفراعنه في التحطيب. كمان معروف جدا ان فن التحطيب الشباب والرجالة دايما بيعملوه بطقوس معينة ويمكن تعرف بلعب بالعصا على المزمار. عشان كده هينورنا ضيفنا الكابتن محمد التكروني اللي أسس أول مدرسة لتعليم فن التحطيب في قنا، وكمان مش بس حقق أهداف ثقافية كبيرة ومنها فن التحطيب لكن كمان حاول يحقق أهداف فنية ورياضية لبنات وشباب الصعيد. هنتكلم مع محمد التكروني في الفقرة الأخيرة من الساعة الأولى من إن بوكس عن المدرسة وعن فن التحطيب. أما الفقرة الثانية من إن بوكس فهنتكلم فيها عن مقولة يمكن بقينا نسمعها كتير قوي بين الشباب وهي فكرة إمتى أخلص شغل واستقر وأقعد في البيت واستريح من تعب الشغل وأقعد على الكنبة واتفرج على التلفزيون. يمكن الكلمة دي دايما كنا بنشوف إن هي مرتبطة أكتر بالناس اللي مقبلين على الخمسينات أو الستينات، لكن اللي احنا بقينا نسمعه دلوقتي إن هي مرتبطة أكتر بالشباب اللي هم في سن الثلاثين. ده يرجع لإيه؟ يرجع يمكن لدراسة بتقول إنه الإحساس ده بيهاجم الناس دلوقتي في سن الثلاثينات بسبب ضغوط الحياة، ضغط الشغل، عدم الرغبة في استمرار العمل بسبب عدم تحقيق هدف معين الشخص كان عايز يحققه ما لقاش الرغبة دي في الشغل. عشان كده هنتكلم بتفاصيل أكتر في الفقرة الثانية، وطبعا هيبقى معانا مداخلات نعرف رأي برضو المشاهدين عن الدراسة دي. أما دلوقتي فهنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ويمكن مصر معروفة بثقافتها وبالحضارات المختلفة سواء الحضارة الإسلامية، الحضارة القبطية، الحضارة الفرعونية. واحنا هنتكلم النهاردة عن تاني أقدم أثر إسلامي في مصر بعد جامع عمرو بن العاص وهو مقياس النيل. إيه هو مقياس النيل؟ هنعرف أكتر من خلال ضيفنا اللي هينورنا على التليفون المفتش الآثار حمادة الطاير، واللي كمان هو عمل جلسة تصوير مهمة جدا وجميلة جدا عن مقياس النيل عشان يعرف مصر أو المصريين والشباب عن هذا الأثر. يمكن هو مش معروف بالنسبة لناس كتيرة جدا. الحقيقة زي ما قلت لكم مصر معروفة بالأثار ويمكن كل يوم بيتم اكتشاف أثار ومقابر جديدة سواء فرعونية أو إسلامية أو قبطية، ويمكن الصور اللي هنشوفها هتثبت لنا أو هتوريلنا قد إيه الأثر ده جميل. ولو اتكلمنا بقى عن مقياس النيل فيمكن هو أنشئ في العصر العباسي زي ما احنا شايفين على الشاشة. احنا معنا صورة عن مقياس النيل. هو أنشئ في العصر العباسي زي ما قلتلكوا، لكن بعد كده توالت الحضارات والدول وكل دولة تيجي كانت بتضيف عليها بعض الإنشاءات وبعض الترميمات وبقت تحفة معمارية مبهرة جدا. ويمكن تحصل ترميمات في العصر الطولوني والعصر الفاطمي والعصر المملوكي وكمان العثماني. مهم جدا مقياس النيل في العصور القديمة عشان هما كانوا بيقيسوا من خلاله منسوب نهر النيل، واحنا عارفين من أيام الفراعنة انه النيل ده شيء مهم جدا وهو اللي كان بيتحدد عليه حاجات كتيرة جدا بالنسبة للمصريين القدماء، منها طبعا يقدروا يعرفوا موسم الزراعة هيبقى عامل ازاي وموسم الحصاد، وكمان كانوا يقدروا يحددوا من خلاله الضرائب على المزارعين هتبقى قد ايه وهل العام ده بيبقى فيه رزق كتير وهيبقى فيه زراعة كتير وهيبقى فيه خير كتير ولا لا.
عشان زي ما احنا عارفين انه نهر النيل كان مهم جدا وما زال طبعا مهم للحياة وللمصريين. احنا معانا على التليفون مفتش الاثار استاذ حمادة الطاير عشان يكلمنا اكتر عن اهمية الاثر ده. برحب بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ حماده. في البدايه طبعا انا برحب بحضرتك وبحييك عن جلسه التصوير المبهره والمهمه جدا عن هذا الاثر. يمكن احنا ومصريين كتير ما يعرفوش ان ده يعتبر تاني اقدم اثر اسلامي في مصر ومهم جدا. كلمنا اكتر عن مقياس النيل، هو عباره عن ايه؟ عن مقياس النيل؟ طبعا. تمام، مقياس النيل عامه من اهم وانظر الاثار اللي موجوده في مصر. يمكن بل الاثر الوحيد اللي هو على الشكل ده، ممكن متميز وفريد من نوعه وفريد من شكله وفريد من عمارته، وده ابهر ناس كتير جدا سواء مستشرفين او مصريين او اجانب او اي حد كان بيجي يزور مصر لازم بيجي يزور المقياس ويعمل نبذه عنه، سواء بقى رسوم رحاله او كتب زي كتب وصف مصر كتير. المقياس عامه بيتكون من بير. الو، انا معاك يا فندم، اتفضل. اتفضل. المقياس عامه بتكون من بير مربعه بيتوسطها عمود رخامي ارتفاعه حوالي 22 ذراع، يعني نقدر نقول 12 متر. تمام. العمود ده متقسم عشان يعرفوا بيه مقياس منسوب الفيضان بتاع النيل. كان المنسوب الافضل او افضل منسوب اللي هو كان يوصل ل 16 ذراع خلاص يبقى المياه كافيه والزراعه هتبقى كويسه والناس تقدر بقى اللي يقدر يخزن حاجه او يقدر كل واحد يعني كان لازم يعرفه المقياس عشان كل واحد يعمل حسابه السنه الجديده هتبقى عامله ازاي. تمام. لما كان يعدي المنسوب 16 كان بيحصل فيضانات وده كان طبعا بيبقى شيء مش كويس، فكانت عمليه مقياس او معرفه مقياس النيل دي بتتم في سريه تامه. في سريه تامه مبدئيا. لان طبعا عشان القلق وعشان وقتها برضو الاعلام والناس والدنيا دي، فكان الموضوع بيتم في سريه. طيب معلش يا فندم، ليه بيتم في سريه تامه مع ان هي حاجه المفروض تبقى معروفه للجميع، يعني اللي هو مقياس النيل الفيضان؟ لان المقياس احنا بلد زراعي والناس كلها معتمده على الزراعه، فالموضوع لما كان يبقى فيه فيضانات فكانت في الدنيا بتبقى خراب وبيحصل مجاعات وبيحصل ارتفاع اسعار. تمام. فكان الموضوع بيتم في السريه وبعد كده يواجهوا الناس، سواء بقى لو الدنيا كويسه وبيعلنوا الناس فبيحصل احتفالات في الشوارع وكده. طيب المقياس استاذ حماده، يعني لو رجعنا لورا شويه، هو عايزة اعرف تفاصيل اكتر عن مقياس النيل، يعني امتى اتبنى وعلى يد مين وتفاصيل اكتر عن انشائه. طيب المقياس عامه عمره حوالي 1150 سنه. تمام. في عهد الخليفه المتوكل 861 كان بناه المهندس اسمه احمد الفرغاني، ده من فرغانه في اوزبكستان. كان فكرة بناء المقياس ان هم كانوا حابين يعرفوا برضو المنسوب الميه والكلام ده، اتبنى مقاييس كتير قبل ده وبعده وبسبب الفيضانات ان هي كانت بتتهدم. المقياس ده بيتميز ان احنا يمكن هو عمقه حوالي 15 متر، كل ما بيزيد العمق ده كل ما بيزيد اتساع جدران. فده عشان يقاوم لان هو مبني على النيل. المقياس النيل حاليا في جزيره الروضه على حافه الجزيره. طيب هل لسه شغالين بمقياس النيل ولا توقف العمل بيه؟ لا، المقياس توقف او خلاص بقى ما عادش بيستعملوه من ايام بناء السد العالي. طب هل في طرق اخرى ان انا اقدر اقيس بيها منسوب مياه النيل حاليا؟ حاليا السد العالي، لان احنا المقياس حاليا غير مستخدم. طيب ليه يا فندم لما جينا نتكلم عن مقياس النيل لقينا ان هو يمكن ناس كتير ما تعرفش عنه برغم انه تاني اثر او اقدم اثر اسلامي في مصر؟ هو بحكم موقعه ان هو على حافه النيل، وبحكم ان معظم الاثار الاسلاميه في اماكن قريبه من بعضها، هو يمكن في مكان متطرف شويه،
مع انه بس هي الفكره كلها فكره بس دعايه واعلان يعني. احنا ناس مش عارفه ده اثر نادر ومش موجود منه حتى نسختين وحاجه فريده وحاجه كانت الدنيا كلها قايمه عليها فكره الزراعه والفيضان والميه والكلام ده كان بيحدد مصير سنوات. طيب استاذ حماده احنا شفنا من خلال الصور ان في رسومات بالخط الكوفي على جدران مقياس النيل، فانهي عصر تم تزيين الجدران تحديدا بالخط الكوفي؟ المقياس عامه ترمم كتير جدا في عصور، ممكن حوالي 6 مرات ترمم في عهد احمد بن طولون وترمم في عهد الفاطمي وبعد كده في الايام المملوكي 3 مرات بيبرس والغوري وقايتباي والحملة الفرنسية كانت برضو حابة انها ترمم في المقياس. انضاف اليه الكتابات والكتابات دي بتمثل يمكن اقدم نموذج للخط الكوفي للخط الكوفي على العماير. طيب هل في حوادث معينة او شهيرة ارتبطت بالاثر ده نقدر نقولها؟ حوادث كانت بتبقى دايما فكرة الهبوط، هبوط المقياس لان هو طبعا متعرض دايما فيه ميه، دايما بيحصل كان دايما بيحصل هبوط في الارضيه. حصلت اكثر من مره واخرها كان 1925 لما رممته لجنه حفظ الاثار. طيب استاذ حماده هل في اثار ثانيه حابب تركز عليها او تسلط الضوء عليها زي مقياس النيل الفتره اللي جايه؟ الاثار كتير جدا بس الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى جامع احمد بن طولون ومدرسه السلطان حسن. طيب لو كلمنا عن جلسه التصوير يمكن كانت جميله جدا ومهمه جدا لتعريف الناس باهميه الاثر ده وقد ايه هو مبهر وجميل. عايز اعرف من حضرتك تفاصيل جلسه التصوير دي تمت ازاي؟ هل كان في صعوبات واجهتك؟ كمان ردود الافعال عليها لما الناس اتعرفت على الصور من داخل هذا الاثر؟ طبعا صور المقياس بالنسبه لهم حاجه جديده جدا واول مره يشوفوا حاجه بالشكل ده، فكل الناس لاول وهله بتشوف الصور دي بتحسها بره مصر. الناس بتستغرب او بيبقى اول كومنت لاي حد هو المكان ده عندنا، يعني المكان ده مش في اوروبا، يعني ده مقياس النيل، ويبدا يسال ويبدا يعرف. الناس بتبدا تهتم لما بتشوف حاجه جديده وحاجه مختلفه صحيح. والناس وقتها بينزلوا يزوروا المكان. فبتفرق كتير جدا لما يمكن بتعملي دعايه باسلوب مختلف عامه في الوقت اللي احنا فيه ده، والناس بتبقى موضوع الزيارات وموضوع التحركات صعبه شويه، فالصوره بتبقى همزه الوصل بين الشخص اللي بيصور او بين المكان وبين المتلقي. يعني نقدر نقول ان هي عملت حاله من حالات الشغف عند الناس لما شافوا الصور حبوا ان هم يروحوا يزوروا الاثر ده بنفسهم يتعرفوا عليه. الناس بتحب دايما بتكتشف الجديد واحنا بطبعنا بنحب المغامرات ونحب الاكتشاف، فالمكان جديد والمكان شكله حلو والصور جميله، فالناس بتبقى حابه تشوف المكان على الطبيعه هو فعلا جميل كده ولا الصور هي اللي محلياه. بس كل الناس اللي بيروح بيقولوا خلاص يمكن يعني الصور جميله وكل حاجه بس الواقع اجمل. طبعا. طب حضرتك قلت ان في اثار ثانيه كتيره جدا محتاج ان انت تركز عليها وتصورها، ممكن تقول لنا ايه ثالث اثر مهم ممكن يتم التركيز عليه الفتره اللي جايه؟ ممكن نركز على جامع احمد بن طولون. ده من الاثار اللي برضه ممكن اكثر الاثار اللي محتفظه بتصميمها، اثر بقاله 1200 سنه. ومهم جدا ومساحته كبيره. وكان خلاص كان عاصمه. هل هيتم برضو التعريف بيه كأثر لأنه مش واخد حقه ناس كتير برضو ممكن تكون مش عارفة أهمية الجامع ده؟ الناس في ناس المتخصصين طبعا عارفين إنما بقية الناس مش عارفة أو مش مدركة لأن إحنا ثقافتنا شوية بسبب الأشغال السابقة ما بقاش فيه اهتمام شوية، بقى كل واحد خلاص متميز في الجانب اللي هو فيه، إنما التاريخ ده المفروض بتاع كل التخصصات. أكيد. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ حماده الطاير، نورتنا على التليفون ويمكن فعلا كانت جلسه تصوير
مهمة جدا ومؤثرة جدا. حلو ان احنا نعرف الناس والمصريين وحتى الأجيال الجديدة بأهمية الآثار اللي عندنا والآثار اللي يمكن مش واخدة حقها في التعريف بيها، ونركز ونسلط الضوء عليها أكتر الفترات اللي جاية. احنا كده فقرتنا الأولى خلصت، هنطلع لفاصل ونرجع بقى نتكلم معاكم عن الدراسة اللي بتقول امتى هنضم لنادي الكنبة. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. وزي ما قلت لكم كده في اول الحلقه، يمكن في احساس منتشر جدا الفتره دي وتحديدا بين الشباب، وهو امتى اخلص شغل، انا زهقت عايز استريح وعايز اقعد على الكنبه ما اعملش اي حاجه ويبقى البيت والكنبه هما كل حياتي. الدراسة اللي معانا النهاردة بتقول يمكن الإحساس ده بيتغلب على الناس اللي هم داخلين على الخمسينات، لأنه بيكونوا عملوا كل حاجة وحققوا أهداف كتيرة وطاقتهم سواء النفسية أو الجسدية بتكون بدأت تقل. لكن الشباب اللي هم في العشرينات والثلاثينات مفروض ان هم يكونوا عايزين يهدوا الدنيا ويبنوها من اول وجديد، بيبقى عندهم مهارات جديده، احساس بتجديد الطاقه في كل حاجه، يجربوا كل حاجه جديده، يلعبوا رياضه، يتعرفوا على ناس، يسافروا، يعملوا اي حاجه ممكن تجدد حياتهم ونشاطهم. لكن بحسب الدراسه اللي معانا من صحيفه الديلي مال البريطانيه، قالت انه الناس بتفقد الرغبه في انها تقوم من على الكنبه في سن ال 54 زي ما قلت لكم، وانهم خلاص ما عندهمش الرغبه في انهم يجربوا اي حاجه جديده. العلماء عملوا استطلاع راي ما بين او على حوالي 1000 واحد ما بين سن ال 14 و 77 عشان يقيسوا تغير العلاقه ما بين العاطفه والعزيمه والايجابيه في التفكير مع التقدم في العمر. يعني هل الموضوع ده هيفرق مع الناس كل ما بيتقدموا في العمر، ولا كمان الشباب وحتى المراهقين اللي عندهم 14 و15 سنة ممكن الإحساس ده يتغلب عليهم وإحساسهم بعدم الرغبة في العمل أو في تجديد نشاطهم ممكن يكون زايد شوية عليهم؟ لقوا إيه العلماء؟ لقوا إنه التقدم في السن طبعا بيفقد الرغبة في انك تقطع مسافات طويلة جدا عشان تحقق اهدافك او رغباتك في الحياة. يمكن هي نقطة مهمة ومش عارفة ازاي، يمكن الدراسة بتقول ان ده في صف الرجالة اكتر من الستات. ليه؟ لان الرجالة بيبقى عندهم شغف اكتر في الحياة، بيبقى عندهم طاقة ان هم يعملوا كل جديد، وبيبقوا محددين هدفهم اكتر من الستات. يمكن ده راجع لانه احساسهم بالمسؤوليه، بيبقوا عندهم ناس هم مسؤولين عليهم فلازم دايما يشتغلوا ويحاولوا يقاوموا احساس الكسل او احساس عدم الرغبه في تجديد نشاطهم او تحقيق اهدافهم او حتى النجاح في العمل والتقدم. لو انه لقى الرجاله فعلا بيعملوا كده بشكل كبير عن الستات. كمان العقليه بتاعت الرجاله بتبقى مليانه نشاط، مليانه ايجابيه ومليانه حماس عن السيدات. مع انه لو سالتوني اقول لكم انه الستات كمان بيبقى عندهم رغبه في التقدم في التطور سواء على الصعيد الشخصي، لو هي عندها اسره وبيت واولاد دايما بتبقى بتشتغل وبتحافظ على صحتها عشان تربي اولادها وتعلمهم وتديهم طاقات ايجابيه وتديهم خبرات في الحياه. كمان لو في الشغل هتحاول ان هي تتقدم وتحصل على مراكز متقدمه جدا في الشغل. خلوني اعرف بقى راي الناس اللي معانا على التليفون. شيرين، يا شيرين ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا كويس. انت بقى ايه رايك في الدراسه اللي معانا بتقول انه الناس دلوقتي الشباب بقى عندهم احساس الراحه وعدم الرغبه في الشغل وانهم عايزين يقعدوا على الكنبه طول الوقت؟ انت الاحساس ده بيجي لك؟ بصي، هو بيجي في الويك اند لان الضغوطات علينا او على جيلي مثلا اكبر من الاجيال اللي قبل كده. دي حقيقة. يعني هما كانوا بيشتغلوا للساعه 2 الظهر ويروحوا واليوم كان بسيط وخفيف. احنا اصلا مجرد الزحام اللي موجود في الشارع لوحده كده، لو انت رايحه مشوار او راجعه والاكسجين اقل يعني والعوادم وده كله بيحسسك بالارهاق لوحده، بس انت ممكن في الطريق بس تحسي بالارهاق. فأنا حاسة إن الموضوع مرتبط بعبء الشغل، حتى كأمهات مثلا بقينا عندنا بقى مليون حاجة، مليون نشاط بيتعمل، مش بقى الولاد بيروحوا المدرسة وبيرجعوا يتغدوا وخلاص، لا ده في تمرين وفي أنشطة اجتماعية وفي يعني فسح معينة وفي لا كورسز كمان زيادة. فأي ثينك إن عشان بقينا بنجري ورا نفسنا شوية، فلا أنا بالعكس أنا شايفة إنه
احنا مش ميالين ان احنا ننتخ، ده احنا من كتر ما احنا يعني مسحورين في الحياه، فبقى لما بيبقى في وقت فاضي بنفضل ان احنا نريح بسمنا. يعني لو عندك فرصه ان انت تريحي في البيت وما تنزليش هتعملي كده بسبب الضغوط اللي بتقابلك طول الاسبوع؟ بالظبط. طيب انت اصلا من محبي الكنبه والقعده في البيت ولا بتحبي الخروج وتعملي انشطه كتيره مختلفه في حياتك؟ لا طبعا ما بحبش القعده في البيت خالص. ما بتحبيش القعده يعني؟ انا بالنسبه لي الكوارنتين ده يعني كان سجن، ما بحبش القعده في البيت خالص. لان هي بتصيبني بالخمول على فكره بالمناسبه، هو القعده اساسا لوحدها بتعمل هو القعده بتودي للكنبه التلقائيه. لكن انت نشيطه بطبعك، بتحبي تنزلي تخرجي صح اكتر من انت تقعدي في البيت؟ بحب انزل اخرج اكتر. طب ايه بتعملي ايه لما بتخرجي؟ يعني هل مثلا بيبقى عندك شغف ان انت تعملي انشطه مختلفه، تتعلمي حاجه جديده، حاسه ان انت عندك مهاره او موهبه معينه بتنميها، ولا لمجرد ان انت بتبقي عايزه تفصلي من شغلك مثلا او من روتين معين بتعمليه طول الاسبوع فبتخرجي مثلا مع صحابك بس بتعمليش حاجه تانية؟ هو طبعا بالنسبه لي يعني ان انا اقابل صحابي دي بحد ذاتها يعني ميزه، لانه احنا بنتكلم بنحكي بنضحك، يعني ده لوحده ترفيهي بالنسبه لي، نشاط ترفيهي. بس بكام سنه كده كانت الخروجات معناها ان احنا نروح نقعد على كافيه ناكل ونشرب حاجات مختلفه وبتاع. مؤخرا لا، بقيت احب اعمل انشطه مختلفه، زي مثلا انا ممكن اروح ارزو اتنطط في الترابولين. حلو جدا. يعني اي حاجه ممكن احب اركب خيل، اي حاجه تطلع الطاقه اللي جوانا، اي حاجه تطلع الطاقه، واي حاجه تكون نشاط مختلف. لان الحقيقه ان احنا الفتره اللي طلعت فيها موضه الكافيهات دي انتختنا شويه، فبقينا متعودين اننا هنخرج نعمل ايه، هنخرج نقعد بس، احنا بنجيب الكنبه ونروح نقعد على كنبه بس ايه شيك شويه في الشارع شويه. طب في انشطه تانية بتحبي تعمليها؟ سفر بقى، لو في حاجه بلد قريبه مثلا احب اسافر، اقعد على البحر. طبعا يعني مش بعتبر ان الجيم او كده ده خروج، بس يعني هو نشاط برضه، يعني هو برضه بيجدد النشاط. بالظبط. طب عندك صحاب ليكي بيحبوا الكنبه قوي؟ طبعا عندي صحاب بيحبوا الكنبه، وصحاب بس يعني صحاب واهل، يعني لما نيجي مثلا نسافر واحنا مسافرين بقى عشان نلبسك كده، فممكن يبقوا نايمين معظم الوقت. ببقى مستغربه ان هو احنا مسافرين عشان ننام ولا ايه؟ الموضوع ده فعلا بيبقى في الاهل اكتر. طب بتتعاملي معاهم ازاي؟ يعني بتبقى مثلا انت مسافره مع اهلك مع اخواتك عايزه تتبسطي، هم في نفس الوقت عايزين يقعدوا على الكنبه. اولا بدور لو حد من صحابي موجود بخرج معاه، لو مش موجود بما ان انا بحب القرايه فانا ممكن اخد كتاب واروح اقعد على البحر او اقعد في مكان ظريف اقعد اقرا، وبحب الكتابه فممكن برضه اقعد اكتب. لكن ساعات بتبقي لا عايزه ناس معايا، فعشان كده يعني قررت مؤخرا اصلا ما اسافرش معاكي تاني. قررتي انت ما تعتمديش على حد، تعيشي حياتك مع نفسك؟ قصد نفسي طبعا، هو انا اساسي. وبعدين يعني السوشيال ميديا كمان قربت الناس شويه من بعض، فانا ممكن جدا اقعد اشوف مين اكتف لو انا زهقانه، اشوف مين اكتف واقعد اتكلم معاه. في دلوقتي جيمز كمان اونلاين، دي برضه استخدمناها قوي ايام الكوارنتين، الجيمز اللي بنقعد نشير ونلعب مع بعض. يعني في حاجات ممكن تتعمل، ممكن تبقى قاعده على الكنبه بس ممكن تبقى قاعده على الكنبه بتقري بتكتبي بتشاتي مع حد بتهزري بتفكري في حاجه. انت فعلا قلتي حاجه مهمه جدا، انه مش شرط ان الواحد يبقى قاعد على الكنبه يبقى ما بيعملش اي حاجه مفيده في حياته، لا ممكن يعمل انشطه، ممكن يقرا فعلا، ممكن يعني يتكلم مع اصحابه من خلال السوشيال ميديا، يتواصل مع الدنيا بدل ما تبقى الدنيا واقفه ما يعرفش ايه اللي بيحصل بره. فدي نقطه مهمه جدا. ممكن يكون بيفكر وياخد قرارات مصيريه مثلا على الكنبه دي. بس دي بتبقى مصيريه بقى، يا تصيب يا تخيب. تقليش الكنبه دي بيطلع منها حاجات مهمه. تفتكري قرارات الكنبه بتبقى صح ولا في اغلب الوقت بتبقى غلط؟ لا هو يعني على حسب انت مفكره ازاي، بس اتليست هي بتخليكي تعيدي قرار، يعني تعيدي تفكير حاجات سحلت اليوم مخلياكي تفكري فيها. هي بالمناسبه هي بس مش حاجه احسن، يعني مش احسن حاجه، مش احسن يعني حاجه طبعا. الاوفر ثينكينج بيخليكي تنخوري في حاجات كتير ممكن تكوني يعني قشطه كنت متعايشه معاها. ممكن تفتكري كمان افكار قديمه سلبيه، ذكريات مش لطيفه. بس ارجع اقول لك برضو الموبايل يعني ما خلاكيش تقعدي لوحدك، في دلوقتي نتفلكس، في دلوقتي مش عارف ايه، هفتح اتفرج على فيلم، هتفرج على فيلم وثائقي ياخد منه معلومات، او اتفرج على فيلم ظريف ياخدني في حته ثانيه.
ايفن دلوقتي كمان البي ار، انت بنتي قاعده على الكنبه، انا ممكن احط نظاره البي ار واروح المكسيك يعني ما وانا قاعده على الكنبه برضه. شيرين انت مثال حلو قوي لاي حد عايز يقعد على الكنبه بجد. بتدي افكار كتير بحقيقي. مع انك ما بتحبيش تقعدي على الكنبه. لا بس لو قعدت لازم اتصاحب عليها واطوعها بقى لخدمتي انا عشان تبسطني. اوكي نورتينا جدا يا شيرين، ميرسي ليكي. يمكن شيرين قالت نقطة مهمة جدا، انه فعلا مش لازم الناس لما تقعد على الكنبة تبقى حياتها وقفت او ما يبقاش في تواصل مع العالم الخارجي او مع اللي حواليها، لا ممكن لو انت مش من محبي الخروج يعني والتنطيط الكتير ممكن تقعد على الكنبة بس تثقف نفسك، تقرا حاجة، تتفرج على حاجة مفيدة او تتواصل حتى مع صحابك. فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل محمد التكروني وهيكلمنا عن فن التحطيب في مصر، خليكم معانا. زي ما احنا شفنا في الفيديو هو ده فن التحطيب في مصر، ويمكن احنا في الفقرة دي منورنا ضيف وشاب صعيدي جدع قدر يحقق أهداف ثقافية كبيرة جدا في الصعيد وتحديدا في إنا من خلال تأسيسه لأول مدرسة لتعليم فن التحطيب واللعب بالعصا على المزمار البلدي، وده للحفاظ على هذا التراث وحمايته من الاندثار. عشان كده احنا منورنا كابتن محمد تكروني اللي هيكلمنا أكتر عن أصول فن التحطيب في مصر وعن المدرسة اللي أسسها. منورنا يا كابتن. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طيب في البداية كده حابين نتكلم عن فن التحطيب، يمكن هو معروف جدا من قديم الأزل من أيام الحضارة الفرعونية، وكان بيوثقوه على جدران المعابد إن هو فن التحطيب، وكان كمان بيقام منافسات ومسابقات بين ملوك الفراعنة. كلمنا عن فن التحطيب، إيه هي أصوله وهل هو منتشر زي زمان ولا لأ؟ والله في البدايه انا برحب بشكر حضراتكم ان انتوا، برحب بالساده المتابعين وبشكر حضراتكم ان انتوا اديتونا الفرصه ان احنا نعرض الانشطه اللي احنا بنشتغل عليها في جنوب الصعيد. فن التحطيب ده طبعا ليه جذور فرعونيه، من الدليل على كده النقوش الموجوده على الجدران في المعابد. فن التحطيب حاليا هو موجود في الصعيد بس مش بالشكل اللي هو يعني حاليا كان زي الاول. يعني كان الاول فن التحطيب في كل المراسم، كان الاعراس الافراح ما فيش فرح الا ويستمر يوم واثنين وثلاثه في فن التحطيب. اللي هو الطهور للاطفال، اعياد الميلاد، حتى لبعض الاحتفالات كده الوديه كان بيلعبوا فن التحطيب. كل مناسبه كان فيها فن التحطيب. حاليا فن التحطيب اقتصر في الوقت الحالي على الاعياد الصوفيه فقط، الاعياد اللي هي الموسميه فقط، مش زي الاول يعني.
وده كان يعني يمكن من ضمن الاسباب اللي خلتنا احنا عايزين نبدا نحافظ على التراث، وحبينا ان احنا ناسس مدرسه. المدرسه دي بتعتمد بشكل كبير على النواحي العلميه والحاجات الموروثه من الحطابين القدامى. هل دي اول مدرسه من نوعها لتعليم فن التحطيب في مصر؟ هو فن التحطيب بيعلم في قصور الثقافه، يعني الدوله مش في الفتره الاخيره بتبذل جهود عده في نشر في الحفاظ على التراث، وبالتعاون برضه مع سفارات بره مصر. وفي مهرجانات بتتم، مهرجانات كبيره ومهرجانات دوليه، منهم في مهرجان بيتعمل في الاقصر كل شهر 12 اللي هو الشهر اللي جاي علينا ده، بيتعمل كل سنه مهرجان تحطيب وبتبذل كل جهودها. لكن احنا حاولنا نفكر في حاجه خارج الصندوق تكون بالفعل مش موجوده في قصور الثقافه، مش موجوده برضو على مستوى على في مختلف محافظات مصر، ان احنا نعمل مدرسه للتحطيب بتحكمها مجموعه من المعايير والشروط وليها منهج خاص. المنهج ده مختص بالمدرسه دي بس. طيب لو تقول لنا على المعايير والشروط اللي لازم تتوفر في اي شخص يتقدم لتعليم فن التحطيب. المعايير والشروط هو في البدايه احنا رقم واحد السلامه الطبيه. احنا لازم يكون عندي بيخضع لكشف طبي، بيكون في سلامه طبيه عند المشارك. ثانيا احنا بنعمل فتره معايشه 6 أسابيع، فترة المعايشة دي من خلالها بيتم التعرف، بيتم طبعا احنا عايزين نعرف القدرات بتاعة المشارك ده هل تتناسب مع التحطيب ولا لا، فبنعمل فترة معايشة، فترة المعايشة دي بنتعرف فيها على خصائص الطفل نفسه المشارك معانا، هل هو عنده الدافع برضه وعنده الرغبة ان هو يستمر ولا لا هو مجرد ولي أمره هيشترك له في المدرسة وبس. من خلال الموضوع ده بنقبل الدفعة اللي هي اللي هتستمر بعد كده معانا في الدراسة. يعني فترة المعايشة دي بتبقى عبارة عن إيه؟ ان مثلا الشخص المتقدم بيتفرج على اصول فن التحطيب، بيتابع بس كده؟ لا بينزل، لا بينزل بيمسك، بياخد اول حاجه الاحساس بالعصاية، بوزن العصاية، بيمسك العصاية الطريقه الصحيحه لمسك العصاية، ازاي يتحكم في العصاية من هي ما تسقطش على الارض، بيتعلم الاصول اللفظيه بتاعت العصاية، احترام الغير والحاجات دي كلها. وبرده احنا بنعمل له استماره بنسجل فيها كل القياسات الانثروبوميتريه الخاصه بيه، مثلا زي طول الجسم، طول الساعد، طول الساق، محيط الصدر، العضد، الكلام ده كله بشكل علمي، بنعتمد على الناحيه العلميه اكتر. بنعمله برضو بعض الاختبارات البدنيه، المواصفات البدنيه، لان طبعا التحطيب بيحتاج مجموعه من المواصفات البدنيه، زي لو احنا قلنا لاعب التحطيب لما يجي يلعب التحطيب هتلاقي ان هو اصلا بيعتمد في الاساس في تسجيل النقطه على سرعه رد الفعل، لازم يكون عند اللاعب سرعه رد الفعل عشان يسجل النقطه ويرجع. بيحتاج عنده، لازم يكون عنده رشاقه ان هو القدره على تغيير الاوضاع في الارض والاتجاهات في الهواء بدقه وسلاسه وتوقيت سليم. بيحتاج، لازم عنده يكون قوه عضليه مناسبه، فكل دي عناصر لياقه بدنيه بيحتاجها الحطاب. احنا بنعمل اختبارات بدنيه برضو، وبنحاول على هذا الاساس نشوف مين هو الاكفا في اختيار الدفعه اللي هي وينضم للمدرسه ان شاء الله. طيب مين بيعلم المتقدمين فن التحطيب؟ متخصصين؟ اللي بيعلم، هي الفكره مبنيه اساسا والمنهج اللي معد بمعيارين باتجاهين. الاتجاه الاول الحطابين القدامى، احنا عندنا في سيد حلمي بنزر، باشمهندس عمران، ومحمد حلمي بنزر اخو سيد حلمي بنزر، دول حطابين في مركز نجاده معروفين ليهم وضعهم، اكتسبوها عن جدودهم الحركات وطريقه المسك والكلام ده كله. احنا جينا خريجي تربيه رياضيه، عملنا منهج بسيط كتبنا فيه المهارات الاساسيه للتحطيب، بدانا فيها نفس كانك بتعلم اي رياضه ثانيه. مهاره الاحساس، مهاره مسك العصا، ان القبضه بيتم كذا، وعملناها طبعا وفق المراحل التعليم بتاعت الطفل، مرحله التعليم المبدئي، مرحله التعليم الجيد، مرحله بعد كده الاليه، قسمنا المهارات ديات على المراحل دي، وبدانا نربط ما بين العلم وما بين الخبره اللي يعني هم الخبرة عندهم، هم بيتبنوا تدريب التكنيك بتاع اللاعب. احنا بنبدا نعمل لهم برامج لياقة بدنية، وبندي طريقة تعليم سلسة تتناسب مع المعايير العلمية. طيب التدريب على فن التحطيب بياخد وقت قد ايه؟ مدة بالطول ولا بتبقى مدة زمنية قصيرة؟ هي بتختلف طبعا وفقا لقدرات الطفل نفسه، بس احنا حاطين بشكل مبدئي 3 شهور فترة الدراسة الأولى، 3 شهور الأولى دول بيتعلم فيهم الطفل أساسيات التحطيب والتكنيك بتاع اللي هي فترة التعايش اللي لا 6 أسابيع الأولى فترة التعايش دي بيتم من خلال احنا بنسجل بياناته، طوله ووزنه، قياسات الأنثروبومترية، عناصر اللياقة البدنية الخاصة بيه، قدرات البدنية، النواحي النفسية برضو، الصفات الشخصية نفسه، مصابرة، اللي هو الجلد، التحمل، الشجاعة،
كل الحاجات دي بيتم تدوينها في استمارات تبقى خاصه الست اسابيع دي فتره اعداد اللي بيتم قبولهم بعد كده بياخدوا 3 شهور تانية. 3 شهور دول هم فتره الدراسه الاساسيه بتاعه المدرسه. بعد ما بيصعد بعد ما بيجتاز الاختبارات بتكون كالاتي: اختبارات مهاريه في الـ في الـ في التكنيك وفي المهارات بتاعه التحطيب، اختبارات بدنيه في اللياقه البدنيه وبرامج اللياقه اللي خدها، واختبارات معرفيه في تاريخ التحطيب واصوله والاهداف بتاعته. طب ايه هي اهداف فن التحطيب؟ اهداف فن التحطيب احنا لو قلنا التحطيب اساسا بي 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 بيزرع في الطفل او بيزرع في الحطاب اصول الفتوانه. اصول الفتوانه ان هو احترام الغير، الشجاعة، مساعدة الآخرين، في قيم نبيلة احنا في أشد الحاجة ليها في وقتنا حاجة في وقتنا الحالي. التحطيب لما تبصي لطريقة اللعب بتاعت التحطيب هتلاقيه أصلا بيزرع في الحطاب الحتة دي، إنه يحترم الكبير، يحترم الغير، إنه هو ما يجورش على حد، إنه هو يساعد الآخرين. إنه القيم النبلة دي هي الأهداف بتاعت التحطيب. احنا عرفنا إنه ممنوع الصغير يرفع العصاية قدام الكبير، دي من اصول فن التحطيب. اصول فن التحطيب بالظبط، بس برضه على النقيض، هو في شقين. هو لما ينزل لعيب شباب مع واحد كبير في السن المفروض ان هو من الادب ما ينفعش الشاب، اللي هو لعبه التحطيب بتعتمد اساسا على التباري او اللعب مباراه او مبارزه بشكل وهمي، انا ما بضربش حقيقي، انا بسرعه رد الفعل بحاول اسجل نقطه وارجع تاني. يعني انا ما بخبطش العصايه في العصايه قوي، لا يعني انا بلعب بعمل حركات واحاول اهوش يمين وشمال واحاول اجيب نقطه. يعني مثلا اضربه في جنبه في راسه في رجله بس من غير ما المسه، نقطه وهميه. زي فكره الكاراتيه، الكاراتيه اللعيب بيحاول يلمسه يرجع. هي نفس الحكايه، هو قتال وهمي استعراضي، يعني بيسجل نقطه ويرجع. ما ينفعش من الادب ان الحطاب الشباب يبادر بان هو يسجل نقطه، لا هو بيستنى الكبير يسجل نقطه ويلعب. بس في منافسه المفروض يبقى هو في منافسه، هو لما بتبقى منافسه بيبقى الكبير مع الكبير ينافسوا بعض، الشاب مع الشاب ينافسوا بعض. لكن دي بقى من ضمن اهداف التحطيب اللي هو بيزرعها، احترام الكبير واحترام بس في حاجه لو طبعا زي ما الكبير الصغير بيحترم الكبير لازم الكبير يعطف على الصغير، يعني يبقى رحيم بيه، يبقى رحيم بيه. ما تستغلش بقى انا كبير في السن، ما استغلش ان هو مش هيسجل فيها نقطه واجور عليه وابتدي اعنف العب معاه بطريقه فيها عنف. لذلك في المنافسات لما يكون في لاعب شاب دخل واحد عليه كبير في السن وبدا يجور عليه ويضرب فيه ويعنف فيه، من حق الشاب صغير ان هو يسجل فيه نقطه ويقول له لا انا قادر اسجل فيك نقطه، يسجل فيه نقطه ومش هيلام من الجميع لانه هو الكبير جرى عليه، هو ما احترمش ان هو لازم الكبير يعطف على الصغير. برضه من ضمن الاهداف اللي بيزرعها التحطيب في نفوس الاخرين. طب هو فن التحطيب صعب؟ هو مش صعب، بس هو يعني عايزين نقول ان هو برضه بيعتمد على مستوى الدافعيه لدى الفرد نفسه. انا عندي حب ان انا العب تحطيب، هتلاقيني انا من ان انا صغير طفل صغير هلعب واجيد المهارات. انا مش عندي الرغبه، هتلاقي ان انا مش قادر اتعلم المهارات، مش قادر، لان هو برضه بيحتاج مجموعه قدرات بدنيه كتير. يعني احنا لما عملنا دراسه تخصصيه في الموضوع وحللناها من الدراسه الرياضيه عندنا، لقينا ان كل عناصر اللياقه البدنيه بيحتاجها الحطاب، بيحتاج يعني في حتى مثلا التوافق، لازم يكون الحطاب عنده توافق عالي. توافق عالي بمعنى ان التوافق لازم يستخدم عينه وايده ورجله، تحركات رجله وضرب العصايه وعينه عشان يتلقى، فده توافق. يعني كل حواسه بتبقى مستعده متأهبة. تمام. ويبقى عنده قوه ملاحظه وسرعه بديهه، سرعه رد الفعل، ولازم يبقى عنده رشاقه، يقدر يغير اوضاعه على الارض وتشاهد في الهواء بدقه وتوقيت سليم. لازم يبقى عنده سرعه، حركيه، يقدر يوصل بالنقطه ويرجع. لازم يبقى عنده تحمل انه يقدر يلعب اطول فتره ممكنه. لازم يبقى عنده مرونه. لازم يبقى الحطاب مرن، ما يبقاش مخشب، لان اصلا الحركات كلها دورانيه، هتلاقي دوران الرسغ، دوران الكتف، دوران المرفق. لازم يبقى عنده مرونه نفسه برضو، الحركات في انسناء بينزل على الارض، بينزل على الارض انسناء، لازم يبقى عنده مرونه في المفاصل الركبتين. طب ده ليه علاقه بقى او ممكن يخلينا نفتح موضوع انه لازم الحطاب يمارس الرياضه يبقى عنده لياقه بدنيه؟ تمام. طبيعي، لازم هي عناصر اللياقه البدنيه ما بتتمش يعني دي قدره بتكتسب من التمرين. لازم انت يعني هو من كتر اللعب يعني الجماعه يعني اجدادنا القدماء ما كانوش يلعبوا رياضه، بس هم من كتر لعب التحطيب بقى عندهم لياقه، بيجي عندهم لياقه. بس احنا دلوقتي في الوقت الحالي بنبدا نعد الاطفال لياقه عشان نكتسب وقت. يعني بدل ما يلعب فتره كبيره تحطيب، لا نديله اللياقه اللي تساعده على التحطيب، يستعد يعني. يعني انا مثلا لما اكسبه مرونه يبقى عنده مرونه الرزق والمرفق، اديله في البرنامج بتاعي تمارين مرونه، لما اجي اقول له امسك العصايه ويعمل دوران
فهو خلاص عنده مرونه في الرسغ والمرفق فيبدا يؤدي المهاره بشكل سلس. طيب في طقوس معينه لممارسه فن التحطيب؟ يعني مثلا بنشوف دايما حتى في المسلسلات والافلام ان هي طبعا في الصعيد لازم يكون الاشخاص لابسين جلابيه، يكون في المزمار، يعني اللي هو الاغاني الصعيدي او الموسيقى الصعيدي، هل ده لازم برضو في خلال المدرسه بتاعتك؟ يعتبر شق اساسي في التحطيب المزمار والجلابيه. الجلباب اساسا بتساعد، احنا زي ما قلنا حركات التحطيب، التحطيب بيعتمد على تحركات ازاي يغير وضعه في الارض. طب مش بتعوقه؟ يعني الجلابيه مش بتعوقه؟ الجلابيه بتدي له اكتر مساحه. يعني بتساعد، الجلابيه بتبقى فضفاضه، بيقدر يتحرك يمين وشمال وبيقدر يعمل دورانات. هي مش بتبقى طويله يعني في الارض بحس تعيقه، لا بس بتبقى فضفاضه، يقدر ينقل حركات رجله يمين وشمال بسلاسه ودقه وتوقيت سليم، يقدر يغير اتجاهه في الهواء، فهي بتدي له حريه اكتر، وبالاضافه ان هي اصلا بتدي للموضوع رونق وجمال والشكل الصعيدي. الموسيقى شيء اساسي طبعا، عارفين الموسيقى مزمار البلدي، المزمار والموسيقى عامه بتحرك مشاعرنا. فاحنا اصلا الموسيقى يمكن ليها اكتر من 60 70 80% نقول في التحطيب. الموسيقى لما تلاقي اللعب هادي، اللعب اصلا لما تكون موسيقى هاديه تلاقي اللعب هادي، لكن لما تبدا الموسيقى تشتغل حماسيه تبدا الحطابين يشتغلوا باكتر. كمان الموسيقى اللي بالنسبه للجمهور بيخلي عندهم تفاعل، يعني احنا مثلا لما يجي لاعب يسجل نقطه في لاعب ثاني تلاقي الموسيقى تبدا تعلى وتعمل صوت، فتبدا الناس بقى ايه مع الموسيقى تتفاعل وتعمل صيحات، فده بيدي اللعب رونق وجمال وحماس. فشيء اساسي يعني الطقوس اللي بتتم الموسيقى. طيب فتره المبارزه بتبقى قد ايه؟ فترة المبارزة هي مش بتبقى بالوقت، هي مبدئيا ممكن مثلا لو في عدد متبرين مش كتير بيلعبوا مثلا نقطتين ثلاث نقاط، يعني اللي هو افتح لك باب اسمها تفتح باب، تفتح باب يعني تسجل نقطة، فهو ما بيلعب، لما يكون عدد كبير بتبقى نقطة، يعني بيلعبوا اتنين قصاد بعض. يقعدوا يبدلوا بعض. يفضل ده يصد وده يصد وده يصد، مجرد ما واحد يوصل للتاني بنقطة يطلع وينزل واحد غيره. وهكذا، برضو لو 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 فترة الأداء طالت من حق ان واحد ينزل يختار عصايه من واحد تاني، يعني مثلا ما حدش مسجل نقط، واحد عايز ينزل يلعب، فهو بيختار اي حد من الاثنين وبياخد منه العصايه في الحاجات الوديه يعني. بياخد منه العصايه وبينزل يباري الشخص الثاني. طيب هل حجم ووزن العصايه بيختلف من الاطفال للشباب للكبار؟ هي مبدئيا العصايه بيبقى ليها شكل حسب الغرض اللي هتؤدى ليه، لان التحطيب مش منافسه بس. يعني احنا عندنا في ممكن نقول مثلا الاشهر ثلاث انواع من العصي، اللي هو المحلب والجدر والطرف. المحلب ده بيستخدم محلب اسمه محلب، بيبقى عصايه غليظه. دي بتستخدم في الاستعراض لما تيجي تعمل ترقص تعمل ضربات، دي بتستخدم في الاستعراض. الطرف دي بتبقى رفيعه، بتستخدم في المنافسه في المنافسه عشان خاطر تبقى خفيفه وما تاذيش، حتى لو لمست تبقى زي لسعه كده خفيفه. طيب حلو قوي، احنا اتكلمنا كده عن فن التحطيب، يمكن يعني اتكلمنا عن كل حاجه بتفاصيلها. برضو انت بتعمل انشطه ثانيه اخرى فنيه ورياضيه، يمكن عملت حاجه اسمها توك توك السعاده، كمان في مواهب فنيه للبنات بتكتشفها من خلال المدرسه، كلمنا عن الانشطه دي اكتر. توك توك السعاده دي فكره، احنا عندنا في حاجه، احنا عايشين في قرى، في قرى ونجوع، يعني القرى ونجوع دي فيها يعني احنا عايشين فيها فحاسين بمشاكلها، من الصعب في عندنا مواهب بنجدها، يعني قد يكون احنا، انا بعزف عود، بعزف عود ليا 16 سنه بعزف عود وبعزف كوله وناي، فالموهبه دي خدت فتره بتختفي مني، بعدين بدات ارجعها بجهودي الذاتيه. في اصحابي نفس النظام، كنا مجموعه كبيره بتعزف موسيقى وبتلقي اشعار، في مننا مجموعه فضل يعني ثلاثه اربعه كملوا، وفي مجموعه خلاص اندثرت موهبته. فدي كانت المشكله احنا حاسينها، في مواهب عندنا بتبقى قيمة وجميلة جدا بس بتختفي مع مرور الوقت نظرا لضعف الاهتمام. مراكز الشباب وقصور الثقافة لحد ما مش بتوصل بشكل أساسي لنجوع القرى. المفروض ان الطفل يروح المدينة. طبعا في مجموعة اللي هي الإمكانيات المادية والحاجات دي كلها، صعب ان الطفل، خوف أولياء الأمور على أهاليهم، عملنا دراسة يعني الأسباب اللي بتخلي المواهب تختفي، مش بيقدر الطفل مهما يكون ان هو يروح المدينة يمارس الموهبه بتاعته. فبدانا نروح له احنا لحد عنده بتوك توك صغير نتنقل ما بين القرى. يعني نقدر نقول ان مدرستك بتشمل كل المواهب الثقافيه سواء فنيه او رياضيه او حتى فن التحطيب. نورتنا جدا يا كابتن محمد، بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله. شكرا لحضرتك. كده احنا فقرتنا خلصت من الساعه الاولى من ان بوكس، بعد الفاصل خليكم معانا خبيره علم الفلك والابراج سابي، هتكلمنا عن الحب والعطاء عند كل برج.
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. ودلوقتي جه ميعادنا مع انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي النهارده هتكلمنا عن الابراج اللي عندها حب وعطاء وطريقه تعبير كل برج عن الحب والعطاء. بس الاول ارحب بيها يا سابي. ازاي عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ لابسه احمر النهارده بقى حب بقى وبتاع؟ لا خالص، هو بس عجبني. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. طيب احنا النهارده هنتكلم عن الابراج اللي عندها حب وعطاء والابراج اللي ما عندهاش الحب والعطاء. اوكي نبتدي بايه؟ زي ما انت عايزه، نبدا بالولاد. طيب خلاص اوكي. الحمل طبعا يعني الحب عنده كتير جدا، يعني قلبه واسع لحاجات كتيره. هو طيب يعني بيحب وبيسامح ويحب كل الناس، من اقل حاجه يضحك عليه يعني او بالكلمه الحلوه يضحك عليه، فهو بيحب قوي يعني طول الوقت بيحب. اوكي. راجل الثور بخيل يعني شويه، يعني بيحب ومعطاء، بيحب يدي للقدامه. الحمل في الراجل بيحب ومعطاء. اوكي. راجل الثور بخيل شويه او يعني قافل الحنفيه، يعني على حسب مين اللي قدامه. لانه بيحسبها. اوكي. سواء عاطفيا او بيحب اصدقائه او اهله او قرايبه، او بيبقى بيحسب كل حاجه، عملتي ايه عشان يقدر يحب الكام في الميه. اوكي. يعني بيحسبها بدماغه جدا. طبعا بيحسبها. ولازم البنت اللي يحبها راجل الثور لازم يبقى فيها مثلا، بيبقى هو حاطط مثلا في دماغه مثلا عامل كده بلان للبنت اللي عايز يحبها، يبقى مثلا فيها 10 حاجات، لازم يبقى فيها 10 حاجات على الاقل، 8 حاجات يبقى موجودين. اوكي. لان طول الوقت هو بيحط بيقعد يعمل اختبارات للناس اللي قدامه. سواء حبيبته او اصحابه. طيب الابراج اللي عندها حب وعطاء بتبقى عطاء عاطفي ومادي ولا عاطفي بس؟ لا المادي حاجه والعاطفي حاجه. يعني بيبقى كريم معاها ولا بتبقى دي حاجه ودي حاجه؟ بصي خلينا نقول اي حد بيحب بيبقى كريم، لانه بيبقى اعمى، ما بيحسبهاش. ده اللي بيحب قوي. اوكي. دايما اللي بيحب قوي ما بيحسبهاش. اوكي. نيجي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء من الناس اللي بيحسبها قوي، يعني لازم بيبقى في شكل عام معين في الاول، ده لو عاطفيا شكل عام معين في الاول، بيبقى في طريقه كلام معينه، يعني في حسابات ليه في الاول عشان يقدر يروح. اوكي. لكن غير كده هوت ما يكملش او ما يسيبش نفسه ان هو يتجرف حاجه زي كده هوت. حتى مع اهله حتى مع صحابه ليه حسابات في الحب، مش على الفاضي والمليان. اوكي. نيجي لبرج السرطان. قلبه واسع جدا جدا جدا، بيحب على نفسه. بيحب على نفسه طول الوقت، اللي هو يعني بيلقط مع اي حد. عنده برضو عطاء بس للناس اللي بيحبها قوي. بس مشاعره حقيقيه ولا مزيفه؟ لا هو حقيقيه، لان هو دايما ده بقى عكس الجوزاء. ده اللي ما بيحسبهاش. ده اللي ما بيحسبهاش، هو عكس الجوزاء والطور تماما. اوكي. بيخش ويجرب، يعني عنده اللي هو يعني كل حاجة عادي، ما جرب يعني اللي هيحصل، ما عندوش حسابات. ما عندوش حسابات ويحب يجرب، وما عندوش ستايل معين. لو حب ما فيش حد ستايل معين بيحبه، لا على حسب، دايما بيحب الشخصية الأقوى القوية الملفتة، لأنه هو شوي جدا، دايما بيبص على الشخصية الملفتة. ملفتة بقى بطريقة كلامها، ملفتة بحلاوتها، ملفتة بجسمها، على حسب. أوكي. نيجي لبرج الأسد. برج الأسد بيحسبها، وبيحسبها من ناحيتين، يا ماديا يا اما هي بوزيشن ايه. يحب المراكز ويحب الماديات، فبيحسب من الاتجاهين دول بس. اوكي. يعني ايه؟ بيشوفها لو غنيه مثلا، لو غنيه لازم تبقى غنيه، يا اما اسم معين او هي بتشتغل حاجه مميزه. لان هو بيحب يبقى يكمل الدايره بتاعته. اوكي. اوكي. بيبقى بيدور على عوامل مساعده تدور له الدايره بتاعته. اوكي. نيجي لبرج العذراء. برج العذراء ما بيفرقش معاه، لما يجي يتجوز بيفرق الشكل او يعني متجوز مين. اوكي. لكن اذى حياه كده عادي وبيروش وكده، لانه برضه هو بيحب على روحه برضه جدا زي السرطان. ما بيحسبهاش، مش فارق معاه هي مين بتعمل ايه، ما عندوش اي مسميات للشخصيه اللي قدامه خالص. اوكي. هي بتعمل ايه، بتشتغل ايه، هي مين، ما مش فارق. اوكي. نيجي لبرج الميزان. بيحسبها 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 طبعاً. بيحسبها الى اقصى حدود. اللي بيعمله الجوزاء واللي بيعمله الثور واللي بيعمله الاسد
هو كل ده عنده هو بيصب اوكي بيحسبها من كل الاتجاهات وكل حاجه حتى لو هو هيروش اوكي بيحسبها وبرده بيشوف اللي قدامه لو بنت غنيه جدا بقول لك اللي بيعمله الجوزاء واللي بيعمله الثور واللي بيعمله الاسد هو كل ده بينصب عند رجل الميزان اوكي لان هو دايما بيبقى عايز الكمال طول الوقت بيدور على حاجه بيدور على الكمال طول الوقت فهو بيحسب كل حاجة حتى لو اتجوز حد اسمه ماديا كويسة بس مش حاببها مش هي دي الست اللي ممكن يحس معاها بمشاعر ممكن يدور على مشاعر من حتة تانية بس هو يبقى عمل ده وبيدور على الكمال في واحدة تانية يعني ادي اتنين بيكملوا بعض اوكي نيجي لبرج العقرب برج العقرب عاطفي بيدور على الحب اكتر او على الرومانسيه او على الحاجه اللي بتشده ما بيحسبهاش مش بيبقى فارق معاه هي مين بتعمل ايه غنيه فقيره بتشتغل ايه مش فارق هو طول الوقت بيدور على الحب وبيدور على الحاجه اللي بتشده الحاجه المميزه اللي بتشده اوكي نيجي لبرج القوس برضو ده برضو سيد العاطفي عاطفي جدا 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 مالوش حسابات خالص وما فيش اي حاجه هو بيدور على الحب بيدور على الحب والمشاعر وان هو بيحب الشخصيات القويه جدا دايما بيميل للشخصيات القويه دايما برج القوس في الرجاله يحب ست الاسد يحب ست الميزان يحب ست الجوزاء يحب الشخصيات القويه جدا يحب البنت تبقى اقوى منه تبقى شخصيه قويه مش أقوى. هو ما بيبقاش شايف ان هي اقوى منه لان ما فيش راجل حتى لو هو ضعيف بيشوف ان الست اقوى منه هي بيشوفها ان هي بتشده بيشوفها ان هي قويه فبيبقى حابب القوه ديت اوكي نيجي لبرج الجدي برج الجدي ذكي جدا اوكي دايما ماسك العصايه من النص دايما بيعمل حاجه يعني لو حتى هيعمل حاجتين في وقت واحد او يحب اتنين او يعرف حد او يعرف واحده بس دايما هو سياسي بردوده السياسيه افعاله سياسيه يعني دايما بيشوف الحاجه ويوظفها على حسب الموضوع اللي هو عايشه او الجو اللي هو فيه اوكي حتى لو حد مش اوكي وهو عايزه بيعرف يعمل يخليه حلو يتكلم عنه كويس يغير منه اوكي يعني بيعرف يتاقلم بالظروف اللي هو موجود فيها وملوش حسابات بس هو طبعا بيحب الحاجات اللي شكلها حلو انه فيها شويه شوي اوكي برج الدلو برج الدلو شوي جدا 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 وبيحسبها جدا 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 مش عاطفي كمان لا هو بيشغل عقله لا هو عاطفي بمزاجه يعني طول الوقت بتحس ان هو بيدوس على زراير اوكي بيحلل الحاجات اللي هو شايفها انها صح وممكن تبقى غلط بس هو بيحلل الامور دايما من وجهه نظره هو صح غلط هو دايما وتلاقيه بيدافع وبيتكلم وبيرغي كتير على حاجات هي مش موجوده او في خياله هو بس اوكي لان هو برج هوائي دايما الابراج الهوائيه بتبقى عندها تصورات وخيالات كده مع نفسها اوكي لكن هو بيبقى شايف حاجات محدش شايفها بس هو متخيل ده اوكي برج الحوت في الرجاله طبعا سيد العاطفي جدا عاطفي جدا 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 ورومانسي جدا وطول الوقت بيدور على الرومانسيه والحب لكن ما عندوش مسميات او ما عندوش اهداف طريقه تعبيره بتبقى عامله ازاي بيبقى في البدايات هو طول الوقت مش في البدايات طول الوقت برج الحوت ما بيحبش تبقى حياته على الملأ دايما بيحبها في الخفاء لغايه لما يشوف العلاقه دي رايحه لفين حد هيتجوزه فلازم يعلنها حاجه صحوبيه حتى لو مصاحب على مراته حتى دايما بيحب الخفاء دايما ما بيحبش حد يعرف عنه حاجه اوكي تمام كده احنا خلصنا الولاد ناخد بقى رسائل وكده نتكلم عن البنات اوكي ميرو بتقول ان هي 28/10 والولد 8/10 كنا مخطوبين وسبنا بعض عايزه اعرف كل حاجه عن الفتره اللي جايه وعنه هو كمان بس هي برج العقرب بس هي في شهر 10 هي 28/10 برج العقرب بس في 10 وهو برج الميزان هو 8/10 هو وهما الاثنين في 10 انا دايما بقول يا جماعه بلاش اي اثنين من في شهر واحد يعني مثلا لو نقول مثلا برج الحوت مثلا حماده هلال مثلا المغني برج الحوت بس في شهر 3 مراته حوت بس في 2 يتوافقوا فاهمة قصدي؟ يعني لما يكون برج واحد بس هو في شهر وهي في شهر الموضوع ممكن يمشي، لكن لما يبقوا الاثنين اهم برج مختلف هي عقرب بس في 10 وهو 8/10 حوت لا سوري ميزان بس الاثنين في شهر 10
هتلاقيهم ما فيش اتفاق ما بينهم وفي عند لان هو شخصيته قويه وبيشغل دماغه بس هادي بارد او يعني بيستفز اللي قدامه وهي عصبيه جدا جدا لانها مزان وعقرب فطبعا مش متوافقين مع بعض خالص اوكي لكن هم كبرجين الفتره دي عندهم الدنيا حلوه جدا بالنسبه لها بالنسبه لها هي عندها مشكله ان هي طول الوقت ست العقرب بتنتقم عايزه تنتقم عايزه ترد يعني ما بتعرفش تهدى طول الوقت حتى لو الحاجه عدت عليها سنه اتنين عايزه ترد ما بتسيبش حقها اوكي عايزه يعني دايما عايزه تنتقم ودايما عايزه تجيب وتعاقب تجيب وتعاقب اوكي فبقول لها دايما اهدي يعني ست العقرب مأخره نفسها بقى لها سنتين ثلاثه من احداث المفروض تحصل لها من كتر ما هي عماله ماشيه بصه وراها فمش شايفه اي حاجه حلوه بتجيلها قدام فهي اللي عامله كده في نفسها. طيب سماح 6/2 عايزه تعرف برجها وعايزه تعرف العاطفه اللي جايه. انا كنت مخطوبه قبل كده برضو كان في مشاكل كتير في حياتي الفتره اللي فاتت انا ما كنتش عايزه ارتبط بالشخص من الاول وسبته عايزه اعرف اللي جاي. بصي هي دايما برج ست برج الدلو دايما عندها مشاكل ان هي بتسيب الناس هي اللي تحركها يعني هي عاطفيه لما بتلاقي وشوي شويه دايما بتحب المظاهر الماديه والشكل العام عامل ازاي والكلام ده فدايما بيبهرها المظاهر فاختياراتها بتبقى دايما غلط اوكي ودايما بتسيب الناس هي اللي تختارها مش هي اللي بتختار دايما بتنساق انا بحس انه الدلو لا بتنساق بيحددوا هم عايزين ايه لا بيحددوا عايزين ايه ماديا او هو مين اوكي لكن مش هتختار حد مثلا ماديا مش اوكي لكن هذا اللي بتختاره لكن بقى في ما هو مش كل حاجه الماديات يعني في حاجات تانية في طريقته في طريقه التعامل بتاعته بيعرف يتكلم هيعرفوا يتفاهموا مع بعض ده اهم اوكي فهي دايما بتبص الحاجات الاول بتبص للي بره ما تبصش للي جوه خلاص فاللي جوه ده حد بيختارها وهي بتبقى باين عليها قوي ان هي مبهوره بالشخصيه اللي قدامها فبيختارها خلاص بتيجي بعد كده بتحس ان هي بقيه الدايره مش عايزاها او بقيه الموضوع مش مبسوطه فيه ومش هو ده اللي هي كانت عايزاه فدايما عندها تردد او عندها دايما خايفه تسيب ما تلاقيش او خايفه تسيب مش عارفه ما تاخد ايه فاختياراتها دايما بتبقى غلط عشان بتبص الجزئيه المفروض ما يتبصلهاش قوي بالنسبه دي يعني ممكن يتبصلها بس بنسبه 20-30 هي بتبصلها بنسبه مثلا من 70-80% وده غلط فبتخسر. سلمى لا مش سلمى مش كاتبه اسمها امراه العقرب 16 نوفمبر في كل المجالات المهنيه والصحيه والماليه والعاطفيه اوكي 16 هي 16/11 عقرب قوس العقرب والقوس الفتره دي ابتدت الدنيا عندهم تظبط نوعا ما بس بقول لهم بلاش تاني بلاش تفكروا في الحاجات القديمه او تقعدوا تنتقموا بصوا قدام يعني اللي حصل حصل ما فيش حد فينا هيرجع يغير حاجه في احداث حصلت فاتت يعني فالفتره اللي جايه عندهم حلوه جدا 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 فيا رب يعني عاطفيا وماديا وعمليا التلات حاجات عندهم حلوه جدا فيركزوا في ان هم حتى او يعني دايما بقول لهم ايه لو انتوا بتفكروا بطريقه معينه نغيرها لان احنا ما نفعتناش ليه نتمسك بامور او بمبادئ في حياتنا مش مبادئ ليه بافكار ما نفعتناش الفتره اللي فاتت نغيرها بقى نغيرها او هم دايما بيبقوا عندهم تخوف فممكن لما يفكروا في حاجه يعملوا عكسها لان هم عناديين جدا يعني دايما هي عقرب وقوس عناديين جدا دايما بيتمسكوا بالاراء بتاعتهم وان هم صح طول الوقت فده مأخرهم برضو يعني مفيش حد صح 100% حتى لما بيقعدوا يسالوا كل الناس اللي حواليهم واصحابهم في الاخر بيعملوا اللي هم في دماغهم فدوت غلط لان هم مش نافعين نفسيهم بقالهم كذا سنه. طب والصحه عشان يمكن الصحه مهمه قوي الفتره دي بالنسبه لناس كتير. خلينا نقول ان هم دايما بيحرقوا كتير في ابراج بتحرق كتير هم اللي تعبين نفسهم بنفسهم. الميزان والجوزاء والعقرب والحمل هم اللي تعبين دماغهم هي اللي تعباهم. من كتر الحرق والتفكير والستريس اللي عاملينه على نفسهم غير طبيعي. يعني حتى وهم نايمين بيفكروا. فدوت اللي مخليهم في حاله مش مخليهم مركزين في حاجات امور تانيه اهم. تمام. طيب سلمى بتسال هي مواليد 29/1 خطيبها 19/9 عايزه تعرف مدى التوافق اللي ما بينهم وتوقعات الشهر والسنه الجديده عاطفيا وعمليا وصحيا. مناسبين 29/1 هي برج الدلو بس واخده من الجدي وهو 19/9 هو عذراء ميزان ينفع مع بعض جدا.
مع بعض جدا. هو شخصيته كويس يعني، عذراء وترابي وهوا، وهي برضو ترابي هوا وترابي، فالاثنين ينفعوا مع بعض جدا جدا جدا. طيب لوما بتسال، هي 25/11 عايزه برضو تعرف التوقعات لشهر ديسمبر. 25/11 هي برج القوس، بس هتاخد من العقرب. برج القوس الفتره ديت عنده عاطفيا الامور ماشيه حلوه جدا جدا، او في ثبات يعني، عندهم ثبات فكري، عندهم ابتدت تحس ان هو ايه، ابتدى ربنا يراضيهم بعد فتره طويله كانت الدنيا عندهم مش حلوه، بس بقوا يميلوا للاستقرار سواء ست او راجل. فبرج القوس الفتره ديت بيميلوا للاستقرار، او بقوا بصوا للدنيا، ابتدوا يبصوا للدنيا من زاويه تانية احسن، لان هم بقى لهم 3 4 سنين او 5 سنين الدنيا عندهم مش حلوه، فابتدوا يفاقوا يعني، تحس ان هو ربنا نور بصيرتهم، فاقوا ابتدوا يتحركوا خطوات لصالحهم. فبقول لها استمري لو هي اتغيرت وابتدت تعمل بلان جديده وماشيه في امور جديده تستمر، لو هي لسه محلك سر تتغير. حلو قوي. طيب برضو بنت بتسأل، أو زوجة يعني، هي 19/8 وزوجها 1/10، عايزة تعرف كل حاجة عاطفيا وماديا وصحيا برضو. أوكي، هي 19/8 برج الأسد تاخد من العذراء، وهو 1/10 برج الميزان. طبعا البرجين يمشوا مع بعض جدا، ان الاسد بيمشي مع الميزان، بس بقول لها هو ذكي جدا وانت ذكيه جدا، بس هو كل الحكايه ان هو ردوده بتتاخر، او هو بطيء بيحب ياخد وقته في التفكير. فهي يمكن تكون الفجوه ان ست الاسد دايما متسرعه، او افكارها سريعه وهو افكاره بطيئه هاديه جدا. هاديه يعني، هو يحب ياخد وقته في التفكير، يرد بعد يوم اتنين تلاته، يحب ياخد وقته. هي افكارها سريعه لان هي عندها تجاربها اكتر منه، اوكي، فهي بتبقى اسرع منه. فبقول لها اهدي، الدنيا حلوه جدا ما بينكم وتنفعوا مع بعض كده كبرجين، والفتره اللي جايه اموركم مع بعض حلوه جدا يعني. كميزان الدنيا عنده حلوه، وكاسد الدنيا عندها حلوه، وماديا بس يمكن هو الميزان بقاله فتره كان الدنيا عنده مش لطيفه، عنده سفر، لو جاله سفر يسافر، لان برضو من الابراج اللي رزقها بره البلد اللي عايش اللي اتولد فيها الميزان. نسبة حظهم بيبقى اعلى بره البلد اللي اتولدوا فيها عن البلد اللي اتولدوا فيها. تمام. حنين بتسال، هي 19/11 وزوجها 17/2، عايزه تعرف مدى التوافق وهيكملوا مع بعض ولا هينفصلوا. 19/11 هي برج العقرب، بس تاخد من القوس، وهو كام؟ 17/2. 17/2 برج الدلو، بس ياخد من الحوت. هو عبده الرايق، هادي او مستفز، او هي اسرع، هي اقوى واسرع بكتير. الفجوه كبيره هنا. هنا في هو في حته ماشي اقصى اليمين، هي ماشيه اقصى الشمال، يعني الطريق مختلف. طب هو يعني هيكملوا ولا هينفصلوا؟ لا، كده كده هي عندها حياه جديده الفتره اللي جايه، وهو مكبر يعني، تحس ان هو قاعد في ميه بطيخ، فاهمه؟ اللي هو هادي او مش فارق له، لان ده اللي رايح عند الحوت، يعني واخد من الحوت، والاثنين هاديين قوي، بيستفزوا من كتر ما هم عندهم لا مبالاه. ما انصحهمش ان هم يكملوا بصراحه. طيب احنا لسه مكملين معاك يا سابي، لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل انبوكس برجك ايه. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني، ولسه مكملين انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي، قبل الفاصل اتكلمنا عن الولاد والابراج بتاعتهم في الحب والعطاء، وطريقه تعبير كل برج عن الحب والعطاء. طيب هنتكلم بقى عن البنات، اكيد بقى كلهم عندهم حب وعطاء. طبعا البنات دلوقتي بقت دايما يتقال عليا ان انا بدافع عن الولاد، بس لا، النهارده هتوصفي البنات النهارده؟ لا قصدي اقول ان ايه، مالك خطي؟ هتقولي ايه؟ الولاد كانت زمان مش طيبين، او يعني كانوا شايفين، دلوقتي الولاد بقوا يعني البنات بقت اشرس. لا يا سامي، صدقيني والله الولاد دلوقتي، والله صدقيني، انا يعني انا بشوف بقابل حالات كتير جدا جدا جدا. البنت بقت دماغها عايزه تشوط، عايزه تجري، عايزه بتدافع عن حقها، مش عاجبها، ما هي بتدافع يعني، الطريقه غلط، الطريقه غلط صدقيني. انا بقول وجهه نظري طبعا، دي وجهه نظر، بس انا اللي شايفاه ان هم بقوا عايزين، بقوا يقلدوا الولاد وفقوهم كمان في التقليد. طب ما يمكن مثلا ما بقاش عندهم ثقه في الارتباط في الولاد، فعشان هم كده هم بيعملوا زي ما بيعملوا الولاد، استخدموا الطريقه غلط. بس عشان مش محترفين طبعا. لا، مش قصه احتراف، هو يعني هم عايزين يثبتوا حاجه
كل واحد بيدرسها بطريقته، ففي اللي بيبقى هادي، ما هو مش كل البنات برضه، في اللي عارف يستخدم الطريقه، وفي اللي بيهبل، وفي اللي بيبقى بيأفور، فاهمه قصدي؟ بس الاكثريه بيأفور. اوكي، خلينا نتكلم عن البنات بقى. برج عملي بالظبط. برج الحمل من في البنات بتحسبها جدا جدا جدا، بعكس الولاد خالص. بتحسبها لان هي اقوى من الراجل، ست الحمل اقوى من راجل الحمل. بتحسبها في كل حاجه، بتحسبها ماديا ومعنويا، كله تحسب كله. اوكي، وممكن تبقى معاه بقى مصاحباه متجوزاه ايا كان، لو في اي حاجه وبتتفق، بتقعد تتفق، بتحط الشروط. طبعا طبعا. اوكي، ولو ما ولو الشروط دي قدام ما اتنفذتش، ممكن تقلب الصفحه وتقلب الترابيزه عادي جدا. طيب برافو عليك. اوكي. اوكي اوكي. برج الثور ليها حسابات بقى تانية، حساباتها مش ماديه قد ما هو هو الشكل العام ايه، يهمها المظهر، يهمها بيشتغل ايه، يهمها الشكل. ممكن تكون برضو بتحسبها ماديا، بس اخر حاجه تحب هو ابن مين، بس مش بتحسبها عاطفيا برضو. لا لا، ما بتحسبهاش عاطفيا. هي قلبها اخر حاجه بيشتغل بالزبط. بيشتغل لما احنا هنتجوز، يلا هدوس على زرار الحب. فاهمه قصدي؟ هي دماغها كده، عقلها شغال بنسبه 75% وقلبها 25%. يبقى تبقى قريبه من الحمل. لا مش من الحمل، قريبه من الثور، زي الثور، زي رجل الثور. ست الثور، لا ست الثور الحمل بتحسبها لمصلحتها، انا هستفاد ايه. لكن الثانيه انا عايزه بتختار شكل عام، شكله حلو شيك. عمليا بوزيشن يعني. بوزيشن. اوكي، مش ماديا. لكن الحمل الماده دي رقم 1 و2 و3 و10، وبعد كده تعال نشوف بقى ايه اللي بعد كده هو، فاهمه قصدي؟ لكن ست الثور بتحسبها الشكل العام، عايزه حاجه شيك. اوكي، عايزه بوزيشن كويس، عايزه حتى لو عايزه توصل، بس عايزه كيان حلو. أوكي. شكل عام حلو. اوكي، ست الجوزاء بتحسبها جدا على حسب هي بتعمل ايه. سواء هي غنيه، هي في بوزيشن كويس، بتحسب كل خطواتها برضه. بتحسبها جدا ست الجوزاء. ست الجوزاء بتحسبها جدا جدا جدا، وست الجوزاء دايما متعدده الزوجات، لان هي يعني ممكن تتجوز اكتر من مره، علشان هي ما تقدرش تعمل حاجه غصب عنها. ودايما بتتفق، او بتبقى عارفه داخله الديل مع نفسها، حتى لو هي ما اتكلمتش عنه تبقى عارفه هي هتعمل ايه وعايزه ايه. في تارجت، في تارجت عندها هي داخله لازم تحققه، ما تحققش هتقلب الترابيزه وتمشي. مش هتفرق معاها خالص. اوكي، ست السرطان عاطفيه حتى السماله. اوكي، بتحب الحب واكتر من الحب كمان، يعني هي عايزه طول الوقت تتحب وتحب، وشكاكه، وبتقعد تأفور، وتقعد تعمل، وممكن تعيط وتنهار. بتحب عاطفيه جدا جدا جدا. بس دي ما بيفرقش معاها الماده اكيد. خالص ما بيفرقش معاها الماده، لان هي دايما ست السرطان تحب تشتغل، تحب تعتمد على نفسها، تحب تجيب قرش، تحب تبقى معتمده على نفسها عمليا. فما بتبقاش مستنيه الماديات قد هي ما مستنيه العطف. حد يحب، حد يطبطب، حد يحب. اوكي. ست الاسد على حسب اللي قدامها. هي يقال على ست الاسد انها عاطفيه، بس الكلام دوت لما تلاقي حد هي حب. في حاله انها حبت، هنا بتبقى بتلغي عقلها، غير من ان هي مش بتحب، هي مشغله عقلها. يعني لازم تحب عشان تلغي عقلها. اوكي، لازم يظهر حد قدامها تحبه عشان تعرف تلغي عقلها. تمام. اوكي، غير كده هي عقلها شغال طول الوقت. اوكي، حساباتها ما بتفرقش، لان هي اوريدي في اختيارها. لما بتيجي تحب بتبقى يعني بتختار، بتحب تختار الحاجه المناسبه ليها. اوكي، ما بتختارش برضو اي حد، والحاجات دي بتفرق معاها، بس مش بزياده قوي. اوكي، نيجي لبرج العذراء. برج العذراء عاطفيه، بس بتحسبها، هي ست ذكيه جدا جدا جدا، ماسكه العصايه من النص طول الوقت، دايما عايزه الحاجه قصادها حاجه، حاجه قصادها حاجه، هتنزل على حاجه يبقى لازم في حاجه تانية. يعني ممكن تحب، ممكن تهتم بالماده. لا يعني لو حبت والماده نص ونص، انا حبيت ولقيت الحب، يبقى انا خلاص مش اشكال ده قوي. دايما بتمسك العصايه من النص، لازم يبقى في حاجه قويه قدامها حاجه مش قويه، حاجه نص ونص قدامها حاجه نص ونص. اوكي، يعني ماسكه العصايه من النص. بتحسبها ليه حسابات، بس هي عاطفيه. اوكي، ولو حبت قوي 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 بتبقى هبله قوي 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 قوي، وبتروح في حته تانية خالص. اوكي، بس دايما ده بيجي مع عند، يعني دايما ست العذراء عناديه جدا جدا جدا، خلاص. فلما بتيجي لو حبت قوي 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 حد، وصلت معاه لدرجه حب عاليه جدا جدا، ومثلا اهلها جم قالوا لها مش موافقين عليه، ده مش اوكي، ده ايا كان، بتاخدها بعند، وبتقوم رايحه عاملاه عند.
هنا ما بتحسبش. هي عنيده جدا ست العذراء، عنيده جدا حتى لو اللي رايحه له ده غلط، حتى لو غلط، حتى لو مش مناسب، حتى طالما هي حبت لمجرد العند، لمجرد الطريقه، لمجرد ان هي عايزه تبقى هي اللي تقول او هي اللي توافق او هي اللي تنفذ. ست النزال طبعا بتحسبها جدا لان هي مشغله عقلها اكتر، اوكي، بتحسب الشكل العام. هي مين الشخص اللي هتتجوزه، لازم تبقى برضو ماديا، يعني هي ماسكه العصايه من النص في كل حاجه، لازم هنا 50 هنا 50. اوكي، لكن بتهتم بالشكل العام، طبعا بتهتم بالبوزيشن، طبعا بتهتم، لان الشكل العام شكلها العام بيفرق معاها. اوكي، نيجي لبرج العقرب. برج العقرب برضو بيحسبوها ماديا. كل البنات بتحسبها. برج العقرب بتحسبها ماديا وبتحسبها عاطفيا، هي عايزه كل حاجه. برج العقرب عايزه عاطفيا وعايزه ماديا وعايزه بوزيشن، عايزه كل حاجه. ودايما بتدور برضو على نسبه من الكمال. وبتعرف تحقق ده؟ بتعرف تحققه لانها شاطره، لان هي بتعرف تعمل غسيل مخ لاي راجل كويس، سواء صديق، سواء قريب، سواء حبيب، سواء في الشغل مديرها، هي بتعرف تعمل غسيل مخ حلو جدا. ست العقرب ست ذكيه جدا جدا، وبتعرف يعني عندها تحس الدخله بتاعت الراجل معاها مفتاح. اوكي؟ لان هي ممكن تستخدم اي طريقه على حسب كل شخصيه قدامها ايه. اوكي؟ نيجي لبرج القوس. برج القوس ست عندها ثقه بنفسها زايده عن اللزوم. اوكي، فدايما هي بتتفهم غلط، دايما في البدايات بتتفهم ان هي متنكه او ان هي شايفه نفسها او ان هي بكيزه، لانها شخصيه قويه، هي عندها طله. اوكي، وعندها ثقه بالنفس زايده عن اللزوم، عاطفيه جدا وبتدور على الحب، بس برضو بتدور على الشكل، الماده والشكل. اوكي، بس بتحب، يعني مش لاغيه قلبها، مشغله قلبها، عايزه الثلاثه يبقوا موجودين. ده موجود وده موجود وده موجود، وتطمن ان ده موجود وده موجود وموجود عشان تاخد خطوه وتكمل. اوكي، ست الجدي. ست الجدي ما بتحسبهاش، ست الجدي ما بتحسبهاش خالص. هي بتدور على الحب، بتدور على الشخصية، هي ممكن تكون بتدور على البوزيشن أكتر أو الماديات، لا، ممكن تكون بتدور على شخصية قوية، شخصية ليها تأثير، شخصية صح. بتفكر، شخصية بتشدها، لأن هي دايما ست الجدي لازم الشخصية تشدها عشان تبتدي تحب. أوكي، بس لما بتحب بتروح في داهيه. اوكي، لان هي ما عندهاش حسابات خالص، ما عندهاش سقف للحساب، بتنسى بقى الماده والبوزيشن، هي بتنسى، ما بتفرقش معاها اي حاجه خالص، في ان هي لان هي عارفه اللي هو دايما بحس ان ست الجدي لما بتيجي تحب بحسها الست بتاعت الستينات والاربعينات والخمسينات في الحب. أوكي، نفس المدرسه دي. اوكي، بتبقى المدرسه القديمه اللي هي الامان والسكينه وعايزه تقعد والوفاء والاستقرار. هي كده. اوكي، ودايما بتدور على الاستقرار، دايما دايما امنياتها انها بتدور على الاستقرار وانها تعمل بيت واسره واولاد، بيبقى عندها وعايزه تشتغل. هي دايما بتدور على الكمال في الحاجات اللي هي البسيطه، الحاجات اللي ما تضرش حد يعني. اوكي، نيجي على برج الدلو. برج الدلو بتحسبها لازم، يعني لو هي ماديا مش اوكي دايما بتحسبها ماديا، لو هي ماديا اوكي ومفيش عاطفه بوزيشن معين بتدور على البوزيشن، وهي ماديا اوكي بقول لك ومفيش بوزيشن بتدور على البوزيشن عشان يكمل الماده، دايما بتدور على حاجه تكمل حاجه عندها. اوكي، لكن بتحسبها بتحسبها. لكن بتدور على الحب لان هي ده كله 50 وال50 الثانيه دوت الحب مهم جدا. طب جدا انهي اهم عندها، الماده والبوزيشن ولا العاطفه؟ لا، ممكن ساعتها ساعتها لان في اكتر من حد، ممكن تلاقيها بتدور على 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 ده مع حد وده مع حد، او تبقى بتدور على الماده والبوزيشن مع حد وهي كانت بتحب حد قبله، تقعد تفكر فيه وتعيش على في الاطلال وتعيش في زمن قديم وتقعد تفكر فيه. اوكي، لكن دايما بتدور، هي ما بتعملش حاجه غصب عنها لانها عناديه وقويه على فكره، فهي عمرها ما هتعمل حساباتها ما بتتحمل زي ما انت فاكره ايه اهم من ايه، لا. هي عايزه باكج. اوكي، دايما بتدور على الباكج، والا مش هتكمل، هتشوف غيره، هتدور. هي عايزه الكمال يعني، بتدور على الكمال. دايما الابراج الهوائيه بيدوروا على الكمال. اوكي، لان هم هوا، هم طايرين، فعايزين كل حاجه. اوكي، نيجي لبرج الحوت. ست الحوت عاطفيه وحساسه، هي بيهمها المعاملات. يعني الطريقه والدخله والمعاملات، الحاجات دي بتفرق معاها في البدايه. اوكي، لكن يهمها برضو الشكل، يهمها البوزيشن والشكل، وهي مين، هي عايزه شكل يناسبها دايما. اوكي، ما بتحبش حاجه ترجعها ورا او حاجه تقل منها، دايما بتدور على الشكل العام يكون اوكي.
لان هي ما بتحبش، ما عندهاش ادنى استعداد ان اي حد يجي يرجعها خطوات لورا، خصوصا لو هي كانت طالعه خطوات لقدام. لكن بعد كده اهوت الشخصيه ديت طريقه الكلام بتفرق معاها، يعني دخلت الشخص اللي قدامها وطريقه كلامه واهتمامه واحتوائه هو اللي بناء عليها هي بتبتدي تاخد خطوه وتهتم وتحب. يعني كل ابراج البنات تقريبا بيهتموا جدا بالبوزيشن والشكل. يعني مؤخرا كمان اكتر بكتير على فكره، بقوا يحسبوها. يعني مؤخرا البنات كلها بقت تحسبها من المنظور ده بطريقه غير عاديه. اوكي، مش كلهم بس نسبه كبيره. اوكي طيب، نرجع بقى نكمل رسائلنا. اوكي، نور بتسال، هي برج العذراء 15/9 وبنتها 19/8، عايزه تعرف عنهم كل حاجه يا اجمل سامي. هي كام؟ 15 هي الاول، هي 15/9. 15/9 هي برج العذراء واخده من الميزان، وبنتها كام؟ 19/8. 19/8 اسد واخده من العذراء. بصي، هما هي يمكن تكون هي بتحبها اكتر، بس هما ما يعرفوش يتفاهموا مع بعض، ما يتفاهموش مع بعض، دايما البنت ضدها او عكسها، دايما بتميل لباباها اكتر لان هي برج الاسد وواخده من العذراء، تميل للاب اكتر. دايما بيقولوا ان مثلا البنات بيميلوا للابهات والولاد بيميلوا للامهات، لا هي على حسب برضو الابراج. بالنسبه لي خالص على حسب الابراج. الابراج القويه هي اللي بتميل للاب، لان بتبقى يعني هي بنتها اسد عذراء برج قوي جدا، دايما بتميل للاب، لان دايما الابراج القويه وهم اطفال بيبقوا شايفين ان الراجل هو القوه مش الست. الراجل هو القوه، الراجل هو اللي بيصرف، الراجل هو فبتبقى عايزه تجيب من الاخر، فبتروح للحاجه اللي هي في ايديها صاحبه القرار. لكن مش عايزه، مش لسه هتقول مثلا لمامتها علشان تروح تقول لباباها، لا هي دايما بتجري على صاحب القرار. فدايما بتبقوا شايفين ان صاحب القرار هو الاب، فدايما بيميلوا له هم عشان كده. تمام. طيب ايه بتسال، هي 11/10، يا ريت توقعات الفترة اللي جاية من كل النواحي، ومحتاجة أعرف في توافق بيني وبين خطيبي هو 22/8. أوكي. هي 11/10. 11/10 هي برج العقرب. وأول يوم في آخر 10 أيام، شوية واخدة من الكوس بس هي عقرب أكتر. هي بتحسبها طبعًا. وهو كم؟ 9؟ هو 22/8. 22/8 يعني هو عذراء واخد من الأسد. مناسبين ومش مناسبين، هو في البدايات هيبقوا مناسبين، لان هو هيبقى في البدايات دايما عشان لطش اسد وهو عذراء ولطش اسد بيبقى البدايات دايما حلوه. لا مش البدايات دايما حلوه، بص البدايات بتفضل حلوه لو في صراحه، لو في يعني في حقيقه في الموضوع، ما يجيش طرف من التاني يكتشف حاجه تانيه بعد شويه. هو دوت اللي بيخلي الدنيا مش لطيفه، فاهمه؟ او في كذب او في حاجه مستخبيه، هنا الموضوع بيختلف. اوكي، على حسب مين اللي كذب على التاني ومين بيحب اكتر من التاني. اللي بيحب اكتر من التاني لو التاني كذب عليه هيعدي، لان هو دايما بيقول الحب اعمى. اللي بيحب قوي ما بيشوفش، ما بيفرقش معاه اي حاجه وما بيشوفش فعلا. اوكي، ممكن في الاخر يجي فوق ويشوف يكتشف. لكن او يكتشف، لكن في البدايات او خلينا نقول كمان ان الفتره دي الحب، الشغل، اي احداث بتحصل بقت سريعه، تحس ان احداثها الاحداث بتجري، كله بيجي بسرعة. ما بقاش حد عنده وقت انه يقعد يحب، مش عنده وقت، هو ما بقاش فيه طاقه. بقى ما حدش عنده طاقه، كل واحد طاقته على قده، مش مستحمل حد يجي يعدي كده يقول، يبص له بصه مش يتكلم، يبص بصه ما تعجبوش. هي الطاقه بس مش اكتر. كل واحد طاقته بقت على قده، ما عندوش قد حد يناهد. يقعد يناهد، يقعد يرغي، يقعد يعبر، يقعد يقول، ما بقاش فيه. فكل واحد بقى عايز يدور على حد فاهمه، او من غير ما يقعد يعمل مجهود او يقعد يجادل. فهي هنا بس الموضوع. لكن هي بالنسبة لها أنا شايفة أن ما فيش توافق ما بينها، يعني ما انصحهاش، لأن هي برضو ما بحبس أن الست تبقى بتاخد حد أضعف منها، أو هي بتجري في أفكارها فتيجي تتخانق معاه عشان هو بطيء. هو مش بطيء، أنا هو طبيعي. هو مش هيتغير عشانك، أو أنت هتتغيري عشانه. انت اللي المفروض اهدي شويه في رتمك او في طريقتك، علشان هو ربنا خلقه كده او هو طبعه كده. مش مطلوب منه ان هو يجي يدوس على زرار يلا نجري نجري، يلا نتحرك نتحرك. او هي برضو نفس الحكايه، لو الراجل اقوى ما مش مطالب منه ان هو انت هاديه، لا انت مش حركه، لا انت ما بتفهميش انت، لا هي كده. على فكره ده اختيارك، محدش ضربك على ايدك او محدش ضربك على ايدك. صح.
طيب ليديا بتسأل، هي 23/12 مرتبطة بواحد 8/10 لا سوري 10/8 برج الأسد، توقعات الشهر هي هو 10/8 هو 10/8 وهي 23/12. اوكي 23/12 هي برج الجدي تاخد من القوس وهو 10/8 ينفعوا مع بعض يمشوا يعني. هو أسد وهي جدي قوس ينفعوا مع بعض لأن هي داخلة عند الجدي هادية. يعني الراجل الأسد عايز حد طوع، عايز حد لما يجيله وقت يعرف يتناقش معاه يتناقش وتصبر عليه، فهي بتصبر لأن هي قوس، القوس والأسد بينفعوا مع بعض ودايما يتقابلوا، خصوصا الجدي اللي في شهر 12 دول يتقابلوا، وفي نفس الوقت عشان جدي فهي رزينة رزينة هادية فيمشوا مع بعض طبعا. فاطمة برج الدلو واللي مرتبطة بيه برج العقرب، عايزة تعرف لو في ارتباط ولا لا، يعني خطوبة أو جواز. هي ما قالتش دلو، مش قايلة تواريخ. دلو عقرب، دلو عقرب يمشوا مع بعض. يمشوا مع بعض لأن ست الدلو هتعرف تضحك على راجل العقرب. أو تعرف تبلف. هي ست الدلو ذكية عامة جدا جدا، بتعرف تتلون على حسب الموقف اللي هي فيه. عندها الحنكة اللي هي بتعرف. بس ازاي الدلو والحوت يعني قريبين من بعض وده مختلف عن ده تماما، يعني الصفات نفسها مختلفه ملهاش علاقه. طب ما ازاي الاسد والعذراء قريبين من بعض؟ بس بتقولي لي ان العشر ايام المشتركين او في اخر ايام بيبقى دايما واخد في صفات مشتركه. انت عارفه يعني ايه بيبقى صفات مشتركه؟ بصي خلينا نتكلم مثلا، انت قلتي على الدلو. الدلو مثلا دلوقتي بيبتدي من 21/1 لغايه 31/1 ده دلو واخد من الجدي. ايوه الدلو البيور هو اللي من يوم 1/2 ل 10/2. نيجي بقى من يوم 11/2 لغايه 29/2 او 28/2 اوكي بياخد من الحوت. ليه بقى؟ بيبقى فيه صفات مشتركه، صفات من الحوت وصفات من الدلو على حسب. ممكن يكون شكله حوت وصفاته دلو، او شكله دلو وصفاته حوت. ملامحه لانه كل برج ليها ملامح. عايزين نبقى نعمل حلقه عادي ماشي. احنا لسه مكملين معاكي لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل. انبوكس برجك ايه؟ خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي هنتكلم عن توقعات الابراج الاسبوع ده بس بقى على الصعيد العاطفي. بالظبط. يلا بينا. اوكي نيجي نتكلم على برج الحمل. برج الحمل الفتره ديت عمال يفتش على حاجه قديمه، على الحبيب القديم. او يعني هو في علاقه وسابوا بعض وانفصلوا وهم مصممين ان هم يرجعوا. او بيفتشوا على حاجه قديمه اللي هم يعني عايزين، مش عايزين يفصلوا ان هو خلاص اللي بينهم انتهى. او لان برج الحمل بقى لهم فتره، بقى لهم مثلا 3 4 5 سنين في علاقه اوكي، وهم مصممين انها تكمل. مع ان الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول كل الظروف بتبين ان هي مش كامله، والمشاكل والخناقات اللي ما بينهم تبين انها مش كامله، بس هم مصممين. اوكي ودول بنات الحمل اكتر، يعني بنات الحمل الفتره اللي فاتت دي مصممين على اشخاص في حياتهم مش عايزين يتنازل عنهم نهائي. وخصوصا لو هو كان برج نار، يعني برج الاسد، وهو في شهر 7 او في شهر 8 اوكي. برج القوس، برج الدلو، مصممين عليهم ومتمسكين بيهم جدا 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 جدا. فبقول لهم انتوا بتنفخوا في قربة مخرومه، ما انصحكوش انك تكملوا لان انتوا لسه محلك سر، الموضوع مش هيكمل. لان كل الشواهد والاحداث اللي فاتت بتقول الكلام ده. اوكي رجاله الحمل يمكن نوعا ما اعقل شويه اوكي، بس عندهم حياه جديده داخلينها، عندهم حياه قديمه خارجين منها اوكي، وحياه قديمه داخلينها. حياه جديده داخلينها وحياه قديمه بينهوها بيتخلصوا منها، كان فيها مشاكل كتيره اوكي. عكس الراجل بيبقى عكس الست دايما في الاحداث اللي بتحصل اوكي. والراجل دايما بيبقى مش عامل زي الست. الست دايما تلاقيها ماشيه بصه ورا وعايزه تنتقم، الراجل بيكبر وينفض ويمشي، عايز يكمل، عايز الدنيا تمشي، مش عايز صداع اوكي.
نيجي لبرج الثور. برج الثور سواء بنت او ولد الفتره دي عندهم حياتهم العاطفيه حلوه جدا جدا، عندهم رومانسيه، بس انا بقول لهم قولوا الحقيقه، يعني لو في حد بنت ثور او ولد ثور في احداث في حياتهم او في حاجه مخبينها او في حاجه مش قايلينها يا ريت يقولوها، علشان عاطفيا الفتره دي عندهم حلوه جدا جدا والموضوع هيكمل، فبلاش يبوظوا حاجه بسبب حاجه مستخبيه، اوكي؟ لان اللي مخبي حاجه الفتره الجايه هتتعرف، فما انصحهمش يعني يقعدوا يعترفوا باي حاجه هم مخبينها سواء ولد او بنت، لكن عاطفيا الدنيا ماشيه عندهم والدنيا حلوه جدا جدا والموضوع عندهم هيكمل. برج الجوزاء سواء بنت او ولد عندهم مشاكل شويه، عندهم عاطفيا مشاكل شويه، وعندهم اشخاص داخله ما بينهم هي اللي عامله المشاكل. وفي عندهم مشكله ان برج الجوزاء ودني، سواء ست او راجل ودنيين جدا ومشككين جدا. اوكي، فبقول لهم بلاش ترموا ودنكم او بلاش الشك يخوكوا لطريق، لان هو ممكن يبقى يعني يتاكدوا، لان هم ممكن يبقى غلط، ممكن تبقى كذبه، ممكن يبقى حد بيوقع، ممكن يبقى حد داخل مش حابب العلاقه. فبقول لهم اتاكدوا، بلاش ترموا ودنكم كل شويه لاي حد لان ممكن يبقى غلط او كذب. تمام. برج السرطان، برج السرطان بقول لهم فوقوا من اللي انتوا فيه، لان هم لسه ما زالوا قاعدين، تحس ان هم قاعدين في بحر الظلمات او في عايشين في الاطلال، عايزين فيهم شبه شويه من ستات الحمل بس بطريقه دراما اكتر. اوكي، تحس ان هو فيلم دراما او مسلسل دراما اكتر قوي. فبقول لهم مفيش اي حد في برج السرطان عنده حاجه قديمه هتنتهي او في علاقات كتيره بتنتهي الفتره ديت، فبقول لهم يعني فوقوا، سرعوا، خلصوا الدنيا، خليها تخلص، لان انتوا عندكم حياه جديده خشوا فيها هتبقى احلى بكتير. اوكي، فبقول لهم انتوا قاعدين مستنيين حاجه مش هتحصل. اوكي. برج الاسد بقول لهم حاولوا تفتحوا الحنفيه شويه او تواربوا الباب، او لان هم برج الاسد دايما من الاحداث اللي حصلت لهم الفتره اللي فاتت او مركزين عمليا اكتر، مش سايبين مجال للعاطفه او للحب، او مش عايزين يبقوا حاطين تجارب لحد، فتحسي ان هم واقفين مش حتى لو حد معجب حتى لو اي حاجه قافلين الباب او بيصدوا. فبقول لهم لا، افتحوا الباب شويه، اوكي، المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه عندكم ارتباط هيكمل وهيبقى حقيقي وقصه حب حلوه، فبقول لهم افتحوا الباب شويه، حاولوا تثقوا في الناس اللي قدامكم، بلاش تبقوا يعني واخدين انطباع عام على كل الناس، لان مش كل الناس مش اوكي بالنسبه لكم يعني، او بلاش تبقوا متخوفين يعني، بلاش تخافوا، التجربه ما فيهاش مشكله. اوكي، وهم اذكياء كفايه ان هم يعرفوا يختاروا، فما يتخافش عليهم يعني. نيجي لبرج العذراء. برج العذراء الفترة ديت بيعيد حساباته، ست وراجل بيعيدوا حساباتهم في الأحداث اللي حصل لهم، لأن هم حاسين إن هم مش مبسوطين. دايما راجل العذراء بيدور على الانبساط، بيدور على يعني عايز استقرار وحب، وعايز مش بيدور على الكمال بس عايز على الأقل أضعف الأمانة أبقى مرتاح نفسيا أو مبسوط. أوكي، فبيدور على ده مش لاقيه، فهو في حيرة، في حيرة لأن هو مش عارف يعمل إيه أو إيه الخطوات اللي ياخدها. أوكي، فبقول له أنت عندك تغيير هيحصل في بداية السنة اللي جاية، عنده تغيير هيحصل، بس هو دايما متردد أو خايف ياخد خطوة. أوكي، أوكي، بلاش ناخد خطوات، نسيب الدنيا تمشي زي ما السيناريو مكتوب يعني. أوكي، بس انت بتتاخر او انت ربنا مدينا عقل، كل خطوه محسوبه عليك سواء بالسالب او بالموجب. اوكي، انا شايفه ان هو يواجه او يقعد ويتكلم، يواجه او يقعد ويتكلم علشان الدنيا تمشي او الاحداث تمشي. لان ساعات تاني ساعات القعده دي بتخلينا احداث ربنا بعتها لنا او امور حلوه ما بنشوفهاش، او بيفوتنا حاجات بتبقى فرص. اوكي، فلازم يواجهوا او يبتدوا يقعدوا يتكلموا ويواجهوا. نيجي لبرج الميزان. برج الميزان ما يتخافش عليه لان هو ذكي كفايه قوي قوي، ست وراجل عندهم الحنكه، وبلاش الهسس اللي عندكم في دماغكم، اللي انتوا الافكار اللي بتيجي تلعب في دماغكم، لان هم شكاكين شويه، بيجي لهم هاجس افكار بيقعدوا يعيشوه ويتوغلوا فيه ويمشوا وراه. ده كده دي طبيعه الميزان ولا بيبقى ست وراجل عندهم مشكله خليهم يشكوا؟ بصي، كل الابراج الهوائيه دلو ميزان جوزاء هوا بيشق، مش عايشين على الارض. مش عايشين على الارض، فاهمه قصدي؟ مش بحر، مش ثوابت. مش ثوابت،
اوكي؟ يعني حتى النار بتبقى موجوده على الارض، لكن ده هواء، هواء مفيش، مش واقف على الارض صلبه، فما بيثقش في حد. ما بيثقوش في حد، الابراج دي ما بتثقش في حد، لازم الطرف اللي قدامهم يعمل مجهود عشان يثقوا فيه. وممكن يعمل مجهود ويجوا بغلطه يقلبوا ولا كانه عمل اي حاجه. فهم دايما تعبانين لان هم طايرين طول الوقت. فاهمه قصدي؟ فلو اللي على الارض دول تعبانين، ايراتهم 24 لان هم تفكيرهم شغالين، تعبين نفسيهم بنفسهم. فبقول لهم اهدوا شويه، الدنيا عندكم حلوه جدا، بس انتوا دايما بصوا من النظره الحلوه، تفائلوا، اللي هو تفائلوا بالخير تجدوه. هم دايما حاجه حصلت يتشائموا، يقعدوا يشغلوا دماغهم على التشاؤم، مش على ان شاء الله خير، ربنا هيسهلها، ربنا هيكرم، اللي جاي احلى. لا، ده مش موجود. هم واقعيين، يحبوا الحاجه الملموسه، لما تبقى الحاجه تيجي في ايدهم نبقى اوكي، لكن تقول لهم ان شاء الله ده الخير، ده اللي جاي حلو، ده بلح، ما فيش الكلام ده عندهم. فبقول لهم تفائلوا وبلاش الهسس دوت، لان انتوا الفتره اللي جايه عندكم حلوه، وانتوا اوريدي الفتره اللي انتوا قاعدين فيها حلوه، بس انتوا اللي عاملين الهاجس ده على نفسي. اوكي. نيجي لبرج العقرب. بقول للبرج العقرب عاطفيا، سواء راجل او ست، بيختلفوا شويه. الست اخرجي من القوقعه اللي انت فيها او الانتقام، اوكي، عشان انت عندك علاقه جديده او حب جديد حلو. اوكي، وهيكمل، وكل حاجه قديمه اديها ظهرك علشان مش هترجع، ومفيش منها اي رجع، مفيش منها اي منفعه خالص. راجل العقرب بقول له بطل شك شويه، لانه وداني برضه. اوكي، لما حد بيضحك عليه بحاجه او يقول له حاجه او يشككه في حاجه، ممكن يغلط او يعمل رياكشن مالوش اي اساس ولا اي وجود، فبقول له برضو اتاكد شويه قبل ما تعمل اي خطوه. تمام. اوكي. برج القوس. برج القوس الفتره دي عاطفيا عنده استقرار شويه، او بيدور دايما على الاستقرار. يعني مثلا لو حد عنده اسره او بيت او حاجه، مياله شويه، رايح ناحيه الاستقرار اكتر. اوكي، عايز، حاسس ان هو بعد، حاسس ان هو مقصر، فمايل للجو ده اكتر. اوكي، او بيدور ده اكتر، او بيتحجج بده اكتر، بيهرب من حاجه، بيتحجج باعذار مش مقنعه. اوكي. لكن عاطفيا مايل للاستقرار، للحاله اللي فيها استقرار اكتر. اوكي. لكن عنده تغيير، عنده تغيير الفتره اللي جايه، عنده حياه جديده، عنده حياه جديده. اوكي. راجل الجدي او برج الجدي بوجه عام عنده مشاكل الفتره الجايه، بقول له حرص، لان انت الفتره دي مش حلوه عندك. بنات واولاد ولا رجاله بس؟ بنات واولاد. الفتره دي مش حلوه، لان عندهم صدمات هتحصل، عندهم اكتشافات هيكتشفوها، عندهم احداث هتحصل هيتفاجئوا بيها هم ما كانوش مصدقين، لان هم بقول لك، وخصوصا بنات الجدي، لان هم ما بيحبوا، بيبقوا عمي جدا، ما بيشوفوش. عندهم صدمات هتحصل لهم، عندهم مفاجآت، احداث هتحصل هيتفاجئوا بيها، هيعيدوا حساباتهم. عندهم مقارنات ما بين حد موجود في حياتهم وما بين حد قديم. اوكي. نيجي لبرج الدلو. برج الدلو الفتره ديت عندهم قصه حب مولعه في الدور. عايشين حياه، لان هم بيحبوا الشتاء اكتر. برج الدلو بيحبوا الشتاء اكتر، بيحبوا الدفا، بيحبوا بس هم مشكلتهم ان راجل وست طول الوقت بيدوروا على ان هم يتدلعوا، او الاهتمام، الطبطبه والاهتمام والاحتواء، طول الوقت بيدوروا على اللي يديهم ده. اوكي. ما بيحبوش يطلبوه بقهم عشان ما يبقاش ليه طعم بصراحه. اوكي. سواء ست او راجل، بس هما بيدوروا عليه. دايما بيتجهوا نحو اللي بيديه لهم من غير ما هما يطلبوه، عايزين حد يدوه عشان يبقى ليه طعم. لكن لو هما طلبوه مش هيبقى ليه طعم. فهم دايما بيدوروا ده على دوت طول الوقت، وعلى الحب. بس الفتره دي عندهم علاقه جديده هتظهر لهم، او حد هيظهر هيشدهم هيوديهم في 60 ده، لان هيبقى حتى لو متجوز هتلاقيه انسحب، راح انجر لده، لان هو جعان ده او محروم ده، سواء ست او راجل. اوكي. فبقول لهم خلي بالكم، لان لو انتوا انسقتوا في الحياه الجديده ديت، انتوا رايحين تلبسوا في الحيطه. لا، مش هيلبسوا، لان هم هيبقوا مبسوطين، هم مش هيبقوا هاممهم، وهيبقوا عاملين فيها هركليز، اللي هم ضاربين عرض الحائط وعايزين ده. ما هم هيبقوا مبسوطين، بس هيجوا على احداث في حياتهم تانية. ايوه. اوكي. يعني في مثلا حد مرتبط، حد متجوز، هيبقى مش شايف ده، هو عايز ده، عامل زي الطفل، لان راجل الدلو طفل كبير. اوكي. طفل، تعامليه طفل. طفل كبير، هو يعني عايز يتحسس عليه، عايز يطبطب عليه، عايز معامله. اوكي. نيجي الراجل الحوت او بنت الحوت بوجه عام. داخلين على علاقه جديده، عندهم حياه جديده وداخلين على علاقه جديده،
ما يتخافش عليهم برضو لان هم عندهم الرد المناسب الحنكه. بس بقول لهم قبل ما تخشوا او تفكروا او تاخدوا قرار في المرحله الجايه فضوا الطاقه السلبيه اللي عندكم، لان انتم محتاجين اجازه، محتاجين عينيكم وحواسكم كلها تشوف حاجه جديده، رحله، خروجه حلوه، حاجه نفسكم فيها اشتروها، طلعوا الطاقه السلبيه اللي جواكم لان انتم بقالكم فتره مش اوكي، فمحتاجين نقله حلوه علشان يبتدوا ياخدوا القرار صح. وقتنا خلص يا سافي، شكرا ليكي، بشكرك، نورتيني النهارده، نشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. كده حلقتنا من إنبوكس خلصت، نشوفكم الاسبوع الجاي. وإنبوكس برجك ايه، خليكم معانا.